صباح الخير والأمل والعمل والتفاؤل، صباح الأمن والأمان. بنرحب بيكم دايما معانا على قناة المحور في أول برنامج بتبدأوا بيه مشاهدة على القناة في بداية اليوم. يوم سعيد دايما جديد معاكم بموضوعات جديدة ومختلفة. صباح الخير يا أحمد. صباح الفل عليك يا علا، صباح الخير، صباح السعادة، صباح الرضا وراحة البال علينا جميعا. هكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 بفقراتنا المعتادة اللي دايما بنحاول ان احنا نقدم فيها مادة تكون مختلفة عن الجميع، نبدأ بها يوم ويكون دايما يوم سعيد ان شاء الله. صباح الفل عليك. صباح الخير عليكم. واحنا طبعا في البداية بيكون معانا دراسة بنتكلم فيها عن حاجة جديدة، موضوع ممكن يفيدكم. الحكاية النهاردة الحقيقة عن مجال ريادة الأعمال في مصر، وإذا تكلمنا عن ريادة الأعمال في مصر ففي الـ 12 سنة الأخيرة الحقيقة الشباب المصري أيقن أن ده مجال من المجالات المهمة جدا اللي يقدروا يحطوا فيها بصمة، إلى جانب الدولة الحقيقة بكل مؤسساتها اهتمت وراعت الأفكار وبحاضنات من أول الفكرة انتهاءا بأنه يكبر مشروعه ويصبح مشروع كبير، مش بس مجرد ستارت اب بسيط بيقدم خدمة. لكن المجال التكنولوجي في ريادة الأعمال مجال مميز جدا زي ما استطلاع الرأي اللي معانا النهاردة بيتكلم عنه. جو دادي ده استطلاع خرج بأن 93% من رواد الأعمال في مصر بيتبنون التكنولوجيا، وكان في تقرير للمرصد البيانات العام في 2024 أفاد بأن أغلبية أو غالبية رواد الأعمال في مصر هم من رواد الابتكار والتحول الرقمي بعد إعرابهم عن قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمال استطلاع الرأي كان معمول لعام 2024. رواد الأعمال كمان أكدوا في مصر أنهم بيتمتعون بخبرة جيدة في عالم الأعمال، وأيضا بيتطلعوا لتأسيس شركات صغيرة إلى جانب امتلاكهم نظرة إيجابية حول سبل استخدام التكنولوجيا في عالم الأعمال. طبعا يعني ده في حد ذاته دلالة على المواكبة، سواء بالنسبة لفكر ريادة الأعمال وإن أنا خلاص بقى مش دايما أفكر في مسألة الحكومة وإزاي العمل هيجيلي ولازم وظيفة حكومية، تاني حاجة المواكبة في التوجه وهو التحول الرقمي في عالم الأرقام زي ما بنقوله عالم التكنولوجيا. كمان كان في نتائج في الاستطلاع اللي كلمنا عنه بأن مشهد ريادة الأعمال في مصر مزدهر، بيندرج 86% من رواد الأعمال في مصر من جيل ما قبل الألفية اللي هم 55 عام فأكثر، وتجاوزوا الجيل إكس ما بين 40 و54 عام اللي هو 78%، وجيل زد بين 18% و24% بنسبة 78%، وجيل الألفية ما بين 25 و39 سنة بنسبة 59%. ده تصنيف عملوه بأكواد بالنسبة لعدد جيل زد. ده هو طبعا الجيل اللي التكنولوجيا في حياته اللي هم من ألفينات، يعني اللي هو خلاص يعني بالتدريج هو التكنولوجيا شئنا أم أبينا هي جزء مهم في حياتهم، رؤيتهم وفكرهم وتطلعاتهم للعالم من خلال التكنولوجيا الحديثة اللي في إيديهم، وتطورها السريع ده مخليهم هم كمان بيتطوروا ويقدموا خدمات مميزة في مجال ريادة الأعمال. ده حقيقي، والجيل ده رغم أنه هو يعني جديد نسبيا في عالم ريادة الأعمال بحكم السن زي ما بنتكلم، 71% منهم أفادوا أنه هم بيمتلكوا خبرة بتمتد ل5 سنين أو أقل في مجال الأعمال، لكن بيظهروا أو بيشوف أن في نهج استباقي من خلال السعي للإرشاد أو التوجيه. تم توضيح داخل الدراسة أن 80% من المستجيبين، أظهرت كمان بيانات الاستبيان تنوع في دوافع المشاركين لريادة الأعمال اللي هو التوجه اللي دايما بنتكلم عنه وبندعو إليه وهو خلاص ده المستقبل فعلاً، تمحورت زي ما قالت الدراسة 3 إجابات حول متابعة شغفهم زي ما تقال داخل الدراسة. 29% وجود فكرة لمنتج أو خدمة جديدة 20%، والحاجة لمصدر دخل إضافي 18%. ده اللي هي الأسباب اللي دفعوا بيها حسب الاستطلاع كل واحد النسبة دي بتمثل إيه بالنسبة لهم أو ريادة الأعمال ليه هي التوجه اللي خدوه. 81% من رواد الأعمال قالوا بأن يعني هم من أباء وأمهات، 57% أمهات، 43% من الأباء. ده طبعا يعني بيوضح التزامهم بمواصلة العمل مع إدارة الشؤون العائلية
ربنا يعينهم بالتأكيد. الحقيقة إن الأرقام دي بتبين برضو قد إيه دعم ريادة الأعمال في القطاعات المختلفة للدولة زي أكاديمية البحث العلمي وزي وزارة الاتصالات زي ما قلنا من شوية وعدد من الوزارات الأخرى في دعم رواد الأعمال والاهتمام يعني أن يكون في بيئة صالحة ليهم ولمشروعاتهم يقدروا ينطلقوا من خلالها، وده بقى متوفر بشكل كبير. ويمكن هنا في يوم سعيد كنا معاكم بموضوعات متعددة لرواد أعمال في مجالات مختلفة مستخدمين فيها الذكاء الاصطناعي زي الاستطلاع الرأي ده ما قال. في توافق للتوجه نحو ريادة الأعمال القائمة على أهداف معينة، نظرتهم الإيجابية إلى دور التكنولوجيا في تطوير أعمالهم، ده حيث أشار 93% من المشاركين إلى أهمية الرقمنة في أعمالهم، وبتؤكد هذه النظرة الإيجابية للتكنولوجيا قدرتهم على التكيف واستعدادهم للاستعادة أو للاستفادة من الأدوات والابتكارات المتقدمة لتطوير أعمالهم. وكشف التقرير أيضا على ثقة رواد الأعمال في التكنولوجيا، وأعرب 93% عن ثقتهم في اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن شركاتهم، بينما أشار 54% إلى رغبتهم في اعتماد التكنولوجيا لتوسيع نطاق أعمالهم في السوق لاستخدام عملاء جدد. والحقيقة أن ده برضو يعني شيء مهم، أن الناس دلوقتي بتدور، يعني ممكن يكون في نفس الفكرة موجودة في تطبيقات مثلا مختلفة، لكن الفيتشرز أو الحاجات الخصائص اللي موجودة على تطبيق عن غيره هي اللي تخلي العملاء يروحوا لها. الخدمة يعني زي ما بنقول كده، حتى يقولك الأفكار كتير، ولكن الشبه في الأفكار دلوقتي الموضوع المختلف هو إزاي أقدمها. يعني حتى لما يقولك أن أنا بقدم فكرة معينة أو بقدم خدمة معينة، الخدمة هي الخدمة، ولكن أقدمها إزاي، أسهل تقديم الخدمة إزاي، هو ده اللي بيميز حد عن التاني. الدراسة طبعا أو من خلال النتائج اللي في الدراسة سلطت الضوء على التزام رواد الأعمال في مصر، وأن هم بيسعوا لبدء رحلتهم في عالم الأعمال. وزي ما بنأكد دايما، الموضوع مش بالسن، مش شرط رائد الأعمال أنه هو يكون لسه في البداية، ده أنه هو يكون في دمج ما بين شغفهم من الحلول التكنولوجية اللي كلمنا عنها، يعني أن يحقق نجاحه في مسيرته في عالم ريادة الأعمال الرقمية. وده وضحته فعلا نتائج تقرير استطلاع اللي احنا بدأنا بيه، وهي شركة جو دادي لعام 2024، بحيث ان يكون المشهد لريادة الأعمال في مصر بيشهد فعلا اعتماد أعلى معايير الابتكار والتكنولوجيا، وده اللي بيؤكد فعلا التوجه المزدهر لدخول مجال ريادة الأعمال في مصر. مصر بتشتغل على الجزئية دي من فترة كبيرة، وبالتالي لازم أن يكون في إقبال عليها، لأن الدولة بتوفر كل ما يتيح يعني القدرة أن أنت تدخل في مجال ريادة الأعمال في المجالات المختلفة، وبنشوف دعم ليها، فنتمنى التوجه يختلف فعلا. يعني الحقيقة أن زي ما بدأنا كلامنا في هذا الاستطلاع للرأي أو الدراسة، أن شبابنا أدرك تماما قد إيه أهمية ريادة الأعمال إلى جانب المعطيات الحياتية اللي موجودة حواليه دلوقتي من تقدم تكنولوجي ورقمنة وأدوات تكنولوجية بتساعده على أنه يقوم بفكرته ويقدمها للعملاء بشكل مبتكر وبشكل يقدم خدمات في مجالات متنوعة. أعتقد أن يعني بدأ المناخ مهيئ تماما، وبدعم كمان من مؤسسات الدولة. هنروح بقى من استطلاع الرأي لاحتفالية مهمة جدا يعني بتتزامن مع الأيام دي، وهي ذكرى طبعا تحرير سيناء، هذه القطعة الغالية على كل قلوب المصريين. كل سنة وانتم طيبين، بكرة إن شاء الله أجازة بمناسبة هذا اليوم الوطني الجميل اللي الحقيقة بنؤكد فيه دائما على الانتماء والولاء والفخر لمؤسستنا العسكرية، وأيضا لكل أبناء الشعب المصري اللي شاركوا في يعني تحرير هذه الأرض الغالية علينا. لكن مع يعني الاحتفالية الحلوة دي بيتزامن كمان معاها الكلام عن فيلم السرب، والفيلم ده الحقيقة هو فيلم مهم جدا بيوثق انتصارات مصر، قوة جيشها وشعبها. فيلم أحداثه بتدور حوالين أحداث واقعية
وحقيقية، وطبعا أبطاله بيمثلوا شخصيات كانت في وقت من الأوقات بتحارب الإرهاب، وعدد من الموضوعات المهمة داخل هذا الفيلم. صحيح، احنا بنتكلم هنا عن ابطال الفيلم، وفيلم السرب هو واحده من ضمن بطولات القوات الجويه المصريه، لها كل التحيه وللقوات المسلحه بالكل طبعا كلها. هو مقتبس عن الضربه الجويه اللي نفذتها على مواقع لتنظيم داعش الارهابي في ليبيا، وزي ما احنا شايفين صور الفيلم دلوقتي على الشاشه، الضربه اللي تم تنفيذها طبعا كانت بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ ضربه نوعيه للثأر لحق المصريين هم ضحايا التنظيم الإرهابي. طبعا الأبطال في الفيلم الأبطال شايفينهم دلوقتي على الشاشة، يعني حمد ممدوح الجميل الرائع الحقيقة في أدائه، مختلف طبعا يعني أحمد فنان السقا. مختلف في كل الأعمال اللي بيقدمها الحقيقة. عندنا كمان ياسين. يعني أحمد ده أنا ده أسر ياسين والحقيقة مش عارفة مين اللي جنبه، أعتقد أحمد فهمي بس لا مش أحمد فهمي، كريم فهمي. كريم فهمي يعني أخوه، يعني أحمد قال أحمد فهمي أهو من العيلة. بصي هو النظر يعني كنا لسه بنتكلم في الإضاءة والنظر، فيعني مش مشكلة. بس هو الحقيقة الشاهد ان الفيلم ده جواه او بيضم كوكبة من نجومنا المميزين جدا، شريف منير، نيلي كريم، ضيفة شرف، صبا مبارك موجودة، زي ما قلنا محمد ممدوح، محمد فراج الرائع، احمد صلاح، حسني، محمود عبد المغني المتميز، دياب طبعا الصوت المميز، وعمرو عبد الجليل، وطبعا الفنان العظيم مصطفى فهمي، امير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين. الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، والحقيقة أنه تزامنه مع احتفالاتنا شيء مميز جدا. يعني الحقيقة الفيلم وغيره قبل كده من أعمال فنية كتير بدأت توضح أهمية القوى الناعمة، ومش بس قوى الناعمة أن أنا بقدم أفلام أو مسلسلات شفناها في رمضان زي الاختيار بأجزاء وغيره، أن أنا أعرف أجيال، ومش أجيال وبس، أجيال حتى من الأجيال الحالية والمعاصرة لأحداث ربما تفاصيلها ما كانتش معروفة أو وقتها ما كانش ممكن أن يتم الإفصاح عن تفاصيلها. لازم خلاص أن نكون بالتأكيد دايما يكون في إفصاح عن المعلومات اللي يمكن طبعا أن يتم إدراجها، علشان نشوف قد إيه البطولات من القوات المسلحة والشرطة المصرية والتضحيات، علشان نكون في الأمن والاستقرار اللي بنعيشه دلوقتي، خاصة مع التحية اللي بنوجهها لكل أجهزة الدولة المسؤولة في توفير الإمكانيات. في وقت من الأوقات كان ممكن الأعمال تكون يعني متاح أو الفكر موجود أنها تتنفذ، ولكن حاليا بتوفير الإمكانيات يا علا، وأن يتم توفير أحدث الإمكانيات موجودة دلوقتي بتبروز كمان قد إيه إمكانياتنا عالية جدا بالتأكيد، وكمان فنانيننا مميزين، وإحنا محتاجين الحقيقة أن يكون عندنا سينما ودراما بتجسد لبطولات الشعب المصري متمثل في بطولاته الوطنية، إلى جانب طبعا بطولات قواتنا المسلحة والشرطة المصرية العظيمة اللي دائما وأبدا يعني بنعول عليهم في استقرار وأمن وطننا الغالي مصر. وبالتالي طبعا يعني ده شيء بسيط جدا في ترسيخ وتأكيد اعتزازنا بيهم من خلال الدراما والسينما. احنا لسه مكملين معاكم يوم سعيد، فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب
يومنا على خير بلدي بصحيح كتر خير كنا بنتكلم على جيل زد وجيل الألفية، والناس دي طبعا من الأجيال المحظوظة اللي التكنولوجيا بقت في إيديهم هي الأساس والحلم وطريق لسوق العمل وكل حاجة. زي ما كنا بنتكلم من شوية، المنصات المختلفة بتتبارى في إنها تقدم خصائص وموضوعات مختلفة تجذب بيها يعني مستخدميها. نصيحة النهاردة اللي تهمكم اللي جايبينها معانا في فقرتنا لمستخدمي التيك توك ومقدمي المحتوى على المنصة الشهيرة، خاصة بعد إطلاق التحديثات الجديدة ليها لتعزيز الأمان في صنع ومشاركة المحتوى على المنصة. نتابع المعلومة اللي تهمكم ونرجع نكمل فقراتنا في يوم سعيد. زي ما تعودنا دايما قبل ما نبدأ يومنا بنشوف حالة الطقس ايه الاخبار علشان كل واحد يعمل حسابه كده قبل ما ينزل ويبدأ يومه. هيئة الارصاد الجوية تتوقع ان يشهد طقس اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء، علشان هيسود طقس شديد الحرارة نهارا على اغلب الانحاء، مائل للحرارة ليلا على اغلب الانحاء، معتدل على السواحل الشمالية. كمان قالت بان التعرض المباشر لاشعة الشمس هيزيد مع الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، ومتوقع غدا ان يكون في نشاط رياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، هتكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة. نشوف درجات الحرارة على بعض المحافظات والمدن ونرجع لكم مرة تانية. Thank you.
بعد ما شفنا درجات الحرارة على الشاشة نعرف تفاصيل أكتر عن الظواهر اللي هتكون موجودة النهاردة وخلال الكام يوم الجايين إن شاء الله مع الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بيك، يومك سعيد يا فندم. أهلا بيك أستاذ أحمد وأستاذ علا وكل السادة اللي شايفين. يوم سعيد على الجميع. يوم سعيد على حضرتك. وبداية كده يعني الأجواء ربيعية بشدة، يعني الطقس النهاردة حار جدا، درجة الحرارة واصلة للأربعين في أتربة. كمان وزارة البيئة امبارح أعلنت في بيان إن الهواء طبقا لمنظومة يعني الإنذار المبكر بتقول إنه في بعض الملوثات. هل ده متعلق ب الأجواء الترابية ورياح الخمسين اللي احنا عايشين فيها اليومين دول؟ هو طبعا بالفعل، يمكن احنا نوهنا في نشراتنا ان النهاردة هيكون ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، وايضا هيكون في نشاط رياح بتصير بالرمال والأرتفاع، ولكن دي هي الملوثات اللي موجودة في الجو بشكل كبير، خاصة ان احنا بنتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات شعاع أشعة الشمس وحبس كافة الملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فما بتتوزعش في الغلاف الجوي ككل، فده بيساعد على إحساسنا بكميات الملوثات الموجودة في الجو. الأرتبة والرمال الصخرة بشكل كبير بنحس بيها برضه في الجو، أو الأرتبة اللي بتبقى عالقة في الجو، فبالتالي اليوم هنسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية فصل الربيع أو حتى كمان من بداية العام، وتوصل عظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية. الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية جبرية متجانسة، فعشان كده احنا هنلاقي أغلب محافظات الجمهورية بتتجاوز 40 درجة مئوية. المناطق الجنوبية قريبا كمان من القاهرة الكبرى هلاقيها بتسجل قيم درجات حرارة 42-43 درجة مئوية، أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار في معظم أنحاء الجمهورية. كمان فترة الليل مع غياب أشعة الشمس بيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن احنا هنلاحظ ان الصغرى فترة الليل يعني اجواءها ما بين الحرة للمائلة للحرارة، لان احنا فترة الليل الصغرى 29 درجة مئوية، ودي درجة الحرارة اللي كنا بنسجلها فترة النهار، فكمان فترة الليل هنلاقي فيها اجواء حرة بشكل كبير او اجواء مائلة للحرارة في اغلب المحافظات، فيما عدا مناطق من السواحل الشمالية للبلاد اجواءها تكون معتدلة فترة الليل. كمان طبعا زي ما قلنا في الاول هيكون في نشاط للرياح هيأثر بأتربة ورمال مطارق بشكل كبير في المنطقة الغربية، الصحراء الغربية، مناطق كمان من السواحل الشمالية الغربية، والمناطق المكشوفة والمفتوحة في مناطق من القاهرة الكبرى والوسط البحري، محافظات شمال الصعيد، فبالتالي أجواء ربيعية حارة أو شديدة الحرارة خاصة النهار بشكل. تمام. طيب يا فندم، يعني بالنسبة لدرجات الحرارة، هل هيكون التباين ما بين درجات الحرارة في النهار والليل كبير؟ هو التباين يتجاوز 11 درجة مئوية، لكن احنا مش هنحس بالبرودة فترة الليل، يعني احنا أجواء فترة الليل ما فيهاش برودة تماما، فيها أجواء مائلة للحرارة أو أجواء حارة فترة الليل، لأن الصغرى مرتفعة بشكل كبير، في تباين تجاوز 10 درجات أو 11 درجة مئوية، بعض المحافظات الأخرى ممكن يلاقيها أكثر كمان من 11 درجة مئوية، لكن التباين ده مش هنحس بيه لأن فترة النهار شديدة الحرارة، فترات الليل مائلة للحرارة. التباين ده هيكون واضح بشكل كبير ان شاء الله بعد يوم الجمعه او من ليله السبت والحد، هنلاقي قيم درجات الحراره العظمى فتره النهار بحوالين ال 30، لان هيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحراره وتحسن في الاحوال الجويه من يوم الجمعه اللي جاي، فهنلاقي البروده رجعت ثاني فتره الليل، فهنحس بالتباين ده بشكل كبير او بالفرق ده بشكل كبير. هل في اي ظواهر يعني جويه ممكن تعوق الرؤيه على بعض الطرق او يعني الاماكن اللي فيها حركه سير مركبات، فنضطر ل يعني ان الناس تاخد حذرها، حاله كمان البحرين في ظل هذه الظروف؟ هو طبعا بالنسبه للظواهر الجويه اللي ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه معانا هي الارتبه والرمال المطره، لان السبوره مش موجوده معانا تماما، لان احنا عندنا مصادر الكتل الهوائيه جافه تماما، ما فيش اي ارتفاع في نسب الرطوبه ونشاط رياح كمان، فبالتالي اللي هياثر على الرؤيه الافقيه هو الارتبه والرمال المطره، وخاصه على الطرق المؤديه من والى غرب البلاد، فلازم ناخد بالنا وحذرنا بشكل كبير مع انخفاض الرؤيه الافقيه في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، لازم تكون القياده بالحكام وحذر شديد. كمان بس ملحوظه ان التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر هيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى كمان من ال 41 درجه مئويه، فبالتالي لازم نتجنب اشعه الشمس المباشره خاصه وقت الظهيره، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم،
كمان مرضى الكفاية الصدرية والجيوب الأنفية، وإحنا خارجين لازم نرتدي الاهتمامات النهاردة وبكرة كمان، لأن إحنا لسه بكرة في استمرار لارتفاع قيم درجات الحرارة، لكن طبعا درجات حرارة أقل جملة اليوم هو الذروة، وهيكون في استمرار لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة في بعض الأماكن. تمام. طب يا فندم، يعني علشان يكون بالنسبة لنا الموضوع أوضح، درجة الحرارة هتبدأ تكون معتدلة إمتى؟ يعني نخلص بقى من درجة الحرارة 40 وحاجة و30، هنبدأ ننزل بدرجة الحرارة إمتى؟ طيب خلينا نقول إن فصل الربيع السمات الأساسية فيه هي موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة، متوسط درجات الحرارة فصل الربيع بيكون أعلى من فصل الصيف، فإحنا عادة في فصل الربيع ممكن في بعض الحالات الأخرى تتجاوز 45 درجة مئوية. فاحنا بشكل مبدئي ارتفاع قيم درجات الحراره تبدا حده الموجه تقل بكره تكون 35 الى 36 العظمى على القاهره الكبرى. تمام. وبعد كده من يوم الجمعه العظمى هتكون حول ال 30، يعني 29 30 او 31، فهي 30 دي تعتبر هي خلاص السمه الاساسيه في الايام اللي جايه. طبعا بعد الانخفاض قيم درجات الحراره هنلاقي السمه الاساسيه درجه الحراره فتره النهار، اجواء الحاره فتره النهار المائله للبروده فتره الليل. تمام. احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معنا دايما دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يعني برضو نأكد على فكرة الخروج بالكمامة، الناس معاها إزازة المية، كمان مرضى الحساسية يهتموا بأدويتهم واستشارة الطبيب طبعا في ظل هذه الأجواء الربيعية، وإن شاء الله التحسن من يوم الجمعة. خلينا ناخدكم بقى لتقرير عن ذكرى ميلاد ممثلة كلنا الحقيقة بنحبها وبنسعد بصوتها من أيام ما كانت بتشارك الرائع حسين الإمام في برنامجه المميز جدا اللي كنا بنضحك معاها لما بتكون مراسلة لي من خلال التليفون، مجيحة حاتم حدائق الجيزة، ولا مش عارفة كانت بتقول حدائق حدائق الأم، مجيحة حاتم. المهم مجيحة حاتم طبعا إلى جانب ترجمتها العظيمة للغات المختلفة في أعمالها مع الرائع أحمد مكي. خلينا نتابع معاكم هذا التقرير ونقول لها كل سنة وانت طيبة، ونرجع نكمل معاكم يوم سعيد. علينا اليوم ذكرى ميلاد ممثلة كوميدية مختلفة، هي الفنانة بدرية طلبة اللي عرفت بأدوارها المتنوعة في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وحصلت على إشادة واسعة لمساهمتها في الفن المصري والعربي، وده اللي خلاها واحدة من الأسماء البارزة في مجال التمثيل. هو أنت مش عارف تقعد جنب مراتك في البيت، جاي تقعد جنبها في الطيارة؟ اكتشفها المؤلف مصطفى سالم واللي تزوجها لاحقا، واللي قدمها في عمل من تأليفه هو برج الأبجدية في الموسم الثاني، وكان من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون. مش عارفة النصاب من دول بعد ما بيعمل عملته بيقدر ازاي يروح بيته يحط دماغه كده على مخداته، تخرب بيوتهم يا رب. وأثناء عملها بالمسرح مع الفنان القدير سمير غانم والمنتج أحمد الإبياري في مسرحية دوري مي فاصوليا، لا مش عصبية ليه يا بلاد، لا الله لا ما تخليك فرش عشان وشك ما يكرمش، لا شاهدها وقتها المخرج رائد لبيب واللي أعجب بأدائها جدا ورشحها للعمل في البرنامج الكوميدي حسين على الهواء. حضرتك بخيل، أنا سالفة حق الطقم ده عشان أجيب البرنامج. انطلقت بعد كده للعمل في التلفزيون والسينما، مسطرة بذلك مسيرة فنية ناجحة في مجال التمثيل. شكلك معجبة بيا، ما نزلتيش عينك من عليا ولا من على الدريس ده، أقولك على اسم الديزاينر اللي عملهولي. شاركت بدرية طلبة في العديد من الأفلام وكان لها أدوار كوميدية تركت علامات مستمرة. استكيوز ميس. يومياً
بنكون معاكم وبنحاول نبدأ يومنا برسائل إيجابية من خلال استطلاع لبعض الرسائل للأبراج المختلفة. وطبعا يعني النهاردة هنستعرض معاكم الأبراج أنا وخبير الأبراج أستاذ أحمد الموجي. يعني أهلا بيك. صباح الخير. فاكرة لما كنت بقول إن أنا خلاص خبير أبراج؟ أيوة. سبورت ونولت. الحمد لله. الأمنيات بتتحقق برضه. الحمد لله. ما ده رسالة النهاردة. طب يلا بقى برج الحمل. رسالته إيه النهاردة؟ برج الحمل. أتفضل حضرتك. برج الحمل النهاردة هنشوف مع بعض على الشاشة. هشوف هعمل مخرج بقى كمان. النهاردة رسالة برج الحمل يوم راحة واستجمام بعيدا عن الضوضاء والإزعاج. يعني أنا شايفة أنه بداية جديدة المفروض لأن أنت خلاص هتمتهن مهنة جديدة فالمفروض كانت الرسالة تكون مختلفة شوية بس مش مشكلة بقى ما هو مش شرط احنا قلنا مش شرط أنا هتقمص دور أستاذة سونيا أن لا احنا أحيانا بيكون الرسالة موجهة بشكل عام وكل واحد على حسب ظروفه فأنا أعتبر بداية جديدة هتصرف النهاردة يعني هخليها بداية جديدة خلاص لا احنا كده تأكدنا أن أنت خبير أبرج أما رسالة برج الثور النهاردة فبتقول له انسحاب من علاقة أو عمل والتفكير للأفضل نروح ونشوف برج الجوزاء رسالته النهاردة تفكير مادي شخصي في المستقبل يا شغلك اليوم ربنا معاهم بقى موضوع تفكير مادي شخصي دي صعبة شويتين احنا كان في الشهر النهاردة مش عارف النهاردة 24 السرطان ماشي يا برج السرطان تحرك وسفر وانتقالات تسعدك يعني اكيد طبعا مع اجازه بقى بكره وبعده للناس اللي عندها اجازه يعني يستمتعوا طبعا باجازه اخر الاسبوع بزيارات بقى للاهل اللي بعيد عن اماكن عملهم او كمان ممكن يكونوا مجهزين لسفريه فيستمتعوا بيها ويتحركوا ويروحوا انتقالات ورحلات تسعدهم ان شاء الله اصحاب برج السرطان اما برج الاسد أصحاب برج الأسد النهاردة الرسالة تستشفي من ضغوط وأعباء بعد تعب يا رب دايما الجميع لله. لأن الحقيقة أحيانا ضغوط الحياة بتخلي الواحد يعني أعصابه مش تمام طول الوقت يعني وبما أننا داخلين على أجازة فممكن برضو فكرة الضغوط دي تقل كده باستجمام وراحة وقعدة في البيت العذراء هو أنا أنتي خلاص بتسأليني وأنا خبير بجد طبعا. كده العذراء الرسالة نهاية وبداية اليوم وتفكر جيدا في التغيير شفتي افسر لك بقى انا الرساله طبعا نهايه وبدايه يعني نهايه حاجه نهايه مرحله وبدايه مرحله جديده في شغل بقى بتفكر في التغيير شغل بقى كويس علاقه خبيره يعني لا برافو والله برج الميزان رسالته محاولات للتحدي والنهوض والوصول لاهداف رغم العقبات ويمكن دايما كانت استاذه سونيا الحبال خبيره الابراج بتقول لنا ان برج الميزان من الابراج المتردده فيعني اكيد محاولاته لانه يوصل لاهدافه فيها بعض التخبطات لكن هيوصل ان شاء الله برغم العقبات اللي قدامه برج العقرب خليه عليا المرة دي طبعا الرسالة موجهة لأصحاب برج العقرب كلهم الرسالة بتقول قد تصل لحقيقة غائبة بعد شك وتفكير عميق تمام؟ يعني أنا أشك إذن أنا موجود ده مبدأ يعني ده مبدأ برج العقرب بعد إذن برضو أستاذة سونيا بكرة نتأكد من المعلومة منها برج القوس برج القوس توازن واستقرار واستكمال أمور كانت تشغلك يعني النهاردة كذا حد مشغول كان مشغول النهاردة بداية ونهاية كلنا مشغولين يعني أنت مش مشغول ما هو ده برضو من ضمن الحاجات اللي بنحب نوضحها أنا كخبير أبراج كل واحد بيتشغل على حسب بالضبط وبما أن حضرتك امتهنت مهنة جديدة فبرضو أكيد مشغول مسؤوليات كتير طبعا ربنا يقويك الصبح وبشتغل خبير أبراج الصبح برضو الصبح. كل حاجات الصبح برج الجدي فرصة عظيمة تعرض عليك اليوم تشعرك بالقوة الدلو حصول على حقوق تخصك بعد معاناة أما أصحاب برج الحوت وآخر برج معانا النهاردة مناسبة سعيدة تحضرها ولقاء مع أصدقاء يسعدك يعني بالتأكيد طبعا دايما. إحنا دايما بنحاول نبدأ بفكرة استعراض للرسائل للأبراج يعني على اعتبار إنها تكون رسالة كده كلها تفاؤل وأمل تبدأوا بيها اليوم هنطلع لفاصل لكن طبعا هنشكر خبير الأبراج أستاذ أحمد الموجي على وجوده معانا على الرسائل الإيجابية اللي اديتها لنا النهاردة هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم يوم سعيد خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر
بعد ما شفنا رسائل للأبراج كلها يعني واللي مارست فيها أو تقمصت دور خبير الأبراج، هنروح دلوقتي للفقرة اللي ما ينفعش أن أنا اجتهد فيها خالص، وهي الفقرة الرياضية والتمارين. نروح بقى الكابتن يوم سعيد، كابتن مصطفى علام، نشوف التمارين ونرجع لكم مرة تانية. صباح الخير عليكم، معاكم كابتن مصطفى علام من برنامج يوم سعيد قناة المحور. النهاردة هنتكلم عن اللور بودي. أو في الأول لازم تعرف عضلة الرجل كلها بتتكون من الكوادريسبس والهامسترينج والجلوت والكاف اللي هي السمانة. طيب أول حاجة نعمل ليها ستريتش هي عضلة الكوادريسبس. لو عندك كرسي في البيت ممكن تستعين بيه وتسند عليه وتعمل بالظبط الشكل ده كده، وتبقى ضغط بحيث إنك تحس إن العضلة دي مشدودة، وتفضل على الوضع ده 30 ثانية. بعد كده تغير للرجل التانية برضو 30 ثانية. بعد كده هتعمل استريتش للهامسترينج، ودي بالظبط في الوضع كده، أبقى فارد رجلي لامس مقدمة رجلي وأفضل على الوضع ده 30 ثانية، وأكون حاسس قد إيه إن الهامسترينج مشدودة. بعد كده هنعمل ليه العضلة الضمة واثبت على الوضع ده 30 ثانية. بعد كده غير اتجاهي للوضع التاني 30 ثانية. وآخر حاجة هعمل لها استريتشنج هي عضلة السمانة بالوضع ده، وأحس بالاستريتشنج فيها وأفضل على الوضع ده 30 ثانية، وبرضو أغير لرجلي التانية. وبكده نبقى خلصنا فقرتنا النهاردة، ومنتظرينكم في فقرات أخرى في برنامج يوم سعيد على قناة المحور. الفطار وجبة من الوجبات اللي بينصح بيها دائما بعدم تجاوزها، لأن بتساعد على يعني إن السعرات الحرارية يتم إحراقها على مدار اليوم، وبتدي قوة، وطبعا يعني بتساعدنا إن نمارس مهام يومنا بشكل فيه نشاط وحيوية. نشوف مع شيف يوم سعيد النهاردة، شيف سيد، محضر لنا إيه للفطار واقتراحه كمان لوجبة الغداء. يا صباح الفل، اهلا بكم وفطار جديد من برنامجكم يوم سعيد. الاول بس حابب اصبح على استاذه علا واستاذ احمد، صباح الفل عليكم وعلى جمهوركم طبعا. النهارده معانا فطار جديد،
فطار مصري مصري اصيل جدا جدا جدا. عندنا فول، هنوريكم ازاي بتدمسوا الفول في حله من غير بقى الدماسه والكلكعه دي شويه، ومش هنحط له بقى الخضار الكتير الناس بتحطه وطماطم وجزر خالص، هندمسه شويه بالطريقه الاصليه، ممكن نقول زي كانه في المطعم بالظبط. دي مقاديرنا، هحطهم على نص لتر ميه في حله مش دمسه ولا حاجه. هدمسه، بعد ما هدمسه هعمل فول بالخلطه اسكندراني، او يعني فول اسكندراني، فول بالخلطه زي ما بيتسمى. هو بيتكون من طماطم مفرومه، بصل، فلفل اخضر رومي، كزبره مفرومه، بقدونس مفروم ممكن يتحط، فلفل حامي، ملح، فلفل، كمون، طحينه، عصير ليمون. الاول هبتدي عندي بالفول واقول ايه الحاجات شويه اللي تخليه طالع معانا مظبوط زي في المحلات بالظبط او زي الجاهز بالظبط. عندي ربع كيلو فول هنزل على نص لتر ميه بالشكل ده، وهبتدي انزل بالعدس بتاعي، عدس مغسول متصفي بالشكل ده، وهبتدي انزل بالرز كده. مفيش رز، ممكن الرز ده ممكن يتبدل بفول مدشوش يعني لو مش موجود. السكر ده هخليه ده اخر خطوه شويه، وهبتدي انزل عندي بعصير الليمون، عصره ليمون واحده كده عشان خاطر تخلي الفول بتاعي فاتح لونه مش غامق قوي، وابتدي اغطي على نار عاليه. هنخلي ده على نار عاليه زي ما هو، هنسيبه لحد ما يغلي معايا، وبعدين اقول ايه الخطوات اللي بعد كده، مش هستعجل على الخطوات بتاعته، خليه براحته. وهبتدي في الفول بالخلطه بتاعي، عندي طاسه بالشكل ده، هنزل بيها بمعلقه زيت، زيت ذره، زيت زيتون المتوفر كده، زود كمان شويه بالشكل ده، تبتدي تسخن عندي. هبتدي انزل اول حاجه بالبصل واخليه يدبل بالشكل ده. طبعا الفول غير ان هو الاكله المصريه بتاعتنا، او غير هو الاكله الاقدم في مصر اللي الناس بتفطرها، مليان بروتين، من ضمن البروتين الخضار النباتي عالي جدا بالبروتين، يعني مثلا ممكن البروتين بتاعه يبقى نفس كميه اللحمه شويه. هنا النار بتاعتي ابتدت تشتغل في البصل، ابتدي اشوح البصل كده لحد ما ياخد مني لون او يدبل، اللي هو ما يبقاش صاحي كده زي ما هو. هنا عندي الفول بتاعي الميه غليت، هبتدي انزل دلوقتي رشة السكر. رشة السكر دي هي اللي هتخلي الفول طري قوي او مستوي قوي، دي التركة شوية. وهبتدي انقله، يعني احاول اهدي كده لما اول ما تغلي كده. دي بقى المرحلة بتاعت ان النار تبقى هادية جدا، شمعة زي ما بيقولوا شوية، بنهدي النار كده عليه. ولو في شياطة في البيت او حاجة ممكن نحط تحتيه شياطة، بحيث ان انا عايز النار تبقى هاديه جدا، مفيش اصلا نار، اللي هو يستوي براحه راحته. هياخد معايا حوالي 4 ساعات في السوا، هيطلع زي الفل. هنزل بعد كده بالفلفل اخضر، اقلب، هبتدي انزل بالطماطم بالشكل ده، اقلب كده، هتأكد بس ان الخضار بتاعي دبل خلاص. هبص بص على الفول، ده الفول اللي احنا كنا عاملينه قبلها بيوم، ده كده تمام عندي استوى، انا مجهزه قبلها بيوم. هبتدي الخضار عندي كده، انا هبهر الخضار ده عندي ملح بالشكل ده، فلفل اسمر حبه صغيرين جدا. طبعا الحاجه اللي بيحبها الفول جدا هو الكمون بالشكل ده كده، شويه اكتر. الكمون شويه بيحميني من، يعني غير ان هو طعم بيخلي طعم الفول حلو، هو شويه بيحميني من الكولون لو حاجه عندي في معدتي شويه من البقوليات او كده، فهو الكمون دوت مضاد ليها حلو جدا، ده بيحميني شويه منها. هبتدي انزل بالفول بتاعي بالشكل ده على الخلطه دي،
طبعا ريحه حلوه جدا، خضار الفول. وعلى فكره برضو الـ 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 الرز والعدس بيدوني طعم ولون حلوين جدا في الفول. ابتدي انزل كده. انا عايز بس انزل شويه ميه من الفول الحلوه دي كده. عندي طبق، انا هبتدي اقدم الفول بتاعي. طبق قيمته الغذائيه عاليه جدا، مفيد جدا، مليان الياف اللي هي الخضار وروتين بالشكل ده. حد حابب يهرس بقى الفول او حاجه ممكن طبعا. انا هحط له عندي عصره ليمون بسيطه كده، طحينه، طبعا الشكل المطلوب يعني العين طبعا بتاكل قبل البق، فنحاول نخلي اكلنا شكله حلو بالشكل ده. شويه كزبره بقدونس اللي متوفر عندي كده، طبعا ليمون، سلايزه ليمون كده، وهنزل عندي بشويه زيت زيتون او زيت ذره او زيت عادي اللي موجود عندي. وبكده اكون عملت طبق فول بالخلطه او فول اسكندراني بالشكل ده، مليان فوائد طبعا، مليان بروتين، مليان نشويات. وعندي بطل الوصفه اللي هو الفول، هبتدي اغرف منه كده بس شويه بالشكل ده. ده كده الفول اللي انا مدمسه. الطريقه بتاعته سهله وبسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه. وبكده خلص فطارنا، واستنوا الغدا، هننزل لكم مقادير غدا حلوه جدا وسهله برضو بسيطه نفس موضوع الفطار، ان شاء الله تعجبكم. انه فطار شهي جدا وكمان اقتراح لوجبه الغداء مميزه. لكن الفطار طبعا بما ان يعني طبق الفول ده ما بنستغناش عنه في البيوت المصريه، فكره ان احنا كمان نعمله من الالف للياء في البيت فكره موفره وكمان يعني اصح من الناحيه الصحيه. يعني مش عاوز يوم اجازه يعني، اعتقد يعني يوم أجازة. بس احنا طالعين من رمضان، ممكن الناس شويه الفول عشان كان ملازمنا في السحور. هو تقريبا بياخد وقت على ما يستوي. لا بياخد وقت طويل. انا يعني خبير ابراج بس مش خبير. لا انا بقى خبيره مطبخ معاك. يعني انا كده كلام مظبوط. الشيف علا، اهلا بيك. طيب تمام. احنا بقى بما اننا بنتكلم على البيت وعلى فكره الاصح ايه من والمطبخ والميزانيه وازاي نوفر وازاي نعمل، دي ممكن تكون بدايه لمشكلات خاصه للعلاقات الزوجية الحديثة، لأنهم بيكونوا كل واحد منهم جاي من أسرة لها طبعها ولها العادات اللي تربت عليها ولها الأفكار والموروثات اللي هي مقتنعة بيها، وبالتالي بيكون بداية الزواج فيها بعض من المناوشات وبعض من يعني المشاكل اللي ممكن تتخطى حدود باب البيت فتصبح أزمات. أنت مع الفكرة دي ولا؟ بتبقى كمان ده حقيقي المشكلة في فكرة تخطي باب البيت. يعني الموضوع يبدأ من البداية أساسا في مسألة الاختيار، والاختيار هو رقم واحد في الموضوع. لازم يكون في توازن في الاختيار، معايير معينة في الاختيار، بحيث بعد كده أن يكون على الأقل الاختيار لما يكون سليم هيقلل فرص المشاكل. وبعد كده المشاكل لابد منها، مفيش بيت مفيش فيه مشاكل، ولكن المشاكل نفسها ازاي يتم التعامل معاها، ازاي ما تخرجش بره باب البيت زي ما بنتكلم. تجاوز المشكله والنقاش فيها ومحاوله ايجاد حل، لان كل حاجه في الدنيا بسيطه يعني، والمشكلات احيانا تبقى يعني غايه في البساطه، واحيانا بكلمه تحل لكن بكلمه تانية ممكن تشعل الموضوع وتخليه يكبر ويتسع
الطرف الثاني يفهم الكلمة اللي بتقولها بشكل خاطئ أو تكون محتاجة توضيح، لأن في وخصوصا بقى يعني أنا هاجي على الرجالة شوية بعد إذن حضرتك يا أستاذ أحمد، إن بيكونوا قليلين الكلام يعني ما بيحبوش يتكلموا كتير، فهو يقول الجملة مقتضبة فتاخدها الزوجة إنها حاجة يعني تضايقها فتبدأ تبني عليها أفكار سلبية فيبدأ الموضوع يكبر فالخناقة تتسع. طب يعمل إيه يعني؟ يوضح وجهة نظره حضرتك. لو كتير هيغلط. لا ما يغلط ليه الغلط؟ طيب يعني هو يوضح وجهة نظره يعني توضيح وجهات النظر في العلاقات عموما، يعني مش بس العلاقات الأسرية، يعني حتى بين الإخوات أحيانا ممكن يختلفوا على شيء، فتوضيح وجهات النظر شيء مهم يا جماعة، فما بالك بقى أنت وزوجتك. الفكرة هنا في قدرات، هي قدرات، يعني قدرات ايه هنا في مبدأ الرجال قدرات في التعبير. يعني أوكي. قدرات في التعبير فكرت ممكن قدرات هو عقلية للبعض مثلا. لا 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 عقلية مين، كلهم أحسن من بعض. لكن أنا بتكلم هنا إن في راجل عند راجل واحد يقدر إن هو يعبر صح من غير ما يعك، يعني احيانا يقول لك ايه خلو يعني خلي كلامه اقل عشان ما يغلطش، وفي واحد بعد كده كل ما يجي يجتهد ده كان بيتقال لنا الجمله دي واحنا على الهواء، استخدم كلمات من مبتدا وخبر حتى تكون الجمله دقيقه وتوصل للمستمع او المشاهد بسهوله ويسر بدون خطا. لكن في الحياه الزوجيه استخدم مبتدا وخبر في الحياه الزوجيه محتاجه مبتدا وخبر ومفعول به وفاعل وجواب شرط وكل النحو اللي انت درسته. اللي هيتقال ساعتها باعتبار ان انت جاي على الرجاله، اللي هيتقال ساعتها ان لما يكون هو كلامه مقتضب، او في الحاله الثانيه لما ان هو هيطول لو مقتضب هيقول لك يعني انت مش معبر، انت مش معبرني ما ترد عليا. ما اي طيب ما هو اديك انت عارف لو طول في الكلام طب اهو دي اقول لك الاحتمال الثاني، لو طول في الكلام هيتقال ببساطه خالص انت بتحور انت بتغير الموضوع. انا بقول لك ما انت خليك كده بوينت، ما برضو ما احنا ما بنقولش ان احنا نقعد نرغي في كلام ملوش علاقه بالمشكله، احنا بنتكلم في المشكله، احنا عايزين نوصل لحل للمشكله فنتكلم في الموضوع بتاع المشكلة. موضوع المشكلة مثلا مصروف البيت مش مقضي، هتحلها ازاي؟ هحلها واحد اتنين تلاتة، مش ربنا يسهل. ما هو ربنا هيسهل ان شاء الله، لكن الجملة غير مريحة. ان شاء الله بتعمل مشاكل مع البعض. انت جاي النهارده تقول لنا المشاكل؟ ما انا جاي النهارده مش انت قلتي جاي على الرجاله، طب انا جاي لك. ان شاء الله برضه يعني قولي بعض الحلول من وجهه نظر حضرتك للمشاكل والعلاقات الزوجيه. انا من وجهه نظري الحل الامثل في الموضوع ده، بس مش هينفع ابقى خبير هو ده وجهه نظر. لا لا الموضوع ان لو الطرفين داخلين وهدفهم هو الحل هتتحل، لكن لو كل واحد داخل انا الصح والطرف الثاني الغلط من حيث المبدا مفيش حاجه هتتحل. والتغافل احيانا كمان، يعني ممكن فكره التغافل البعض يشوفها انها لا وكرامتي وما اعرفش ايه والكلام الكبير اللي بنقعد نسمعه ده، خصوصا ان السوشيال ميديا كمان بقت عامل مؤثر في الموضوع ده. يعني تلاقي في بعض الجروبس والتجمعات اللي بتكون على السوشيال ميديا الناس بتعرض مشكلاتها سواء ست او راجل، وكل واحد بقى يدلي بدلو واللي يقولها ما اعرفش تاخدي الموقف الفلاني لا ده ما اعرف. يا جماعه في احيانا مجتمعي. التغافل بتقلب حوار مجتمعي على المنصات. بالظبط. فالتغافل نعمه، يعني ان انت مثلا متضايق من الزوجه او متضايقه من زوجك خدي لك جنب ساعتين ثلاثة لحد ما تهدي وتعرفي ترتبي أفكارك وانت كمان تعرف ترتب أفكارك وبعدين تتناقشوا، علشان الموضوع يعني وقت ما بنبقى يعني كل واحد مننا متشبث بوجهة نظره الدنيا هتولع ومش هلاقي حد يطفيها بقى لا بره البيت ولا جوه البيت. يعني هي المصلحة كل الأطراف لو تم تطبيق اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. احنا مش بنتكلم في مثاليات، بنتكلم في أمر واقع لازم فعلا يتم تطبيقه وهو بسيط. يعني الموضوع بسيط فعلا زي ما قلنا كده، كل طرف ما يتمسكش برأيه وان انا اللي صح وكل الناس التانيين غلط. تاني حاجة كمان نظرية المؤامرة، يعني ما يكونش نظرية المؤامرة هي الأساس في الموضوع. تالت حاجة برضو فكرة ان انا ادخل اكتر من طرف، هنا بقى بنتكلم عن السوشيال ميديا وغيره ولكن هنتكلم عن الأهل، لان هيبقى في مشكله هيتدخل الاهل طبعا هم على راسنا من فوق كلهم هم البركه، ولكن الامور تتحل بعد كده وهم يصافوا بس هيفضل بقى في الكلمه بت بت بتعمل عامل السحر. يعني ممكن حد يبقى من الاهل قصده المصلحه وكل حاجه بس الكلمه تتفهم غلط. تتفهم غلط لان وقت المناوشات دي والمشكلات دي
كل واحد بيبقى بقى ايه اتكتلي على السين واللام الف. أيوة. والجمله الشهيره بتاعت احمد حلمي في عسل اسود يعني، فتلاقي الدنيا ايه بتمشي مش لطيفه. فالافضل يعني والاسلم، واللي هنسال برضو ضيفنا فيه بعد شويه لان ده موضوع حلقتنا الحقيقه، المشكلات الزوجيه وكيفيه حلها، إن إزاي نحل المشكلات بدون تدخل أي طرف تاني، إزاي نكون عاقلين في إدارة مشكلاتنا، إلى جانب إن زي ما قلنا في بداية الكلام البعض بياخد فكرة السنة الأولى دي أكتر سنة بيحصل فيها مشاكل، الخمس سنين الأولانيين دول أكتر خمس سنين مش عارفة بيجرى فيهم ويحصل، وممكن لا قدر الله نوصل لنسب من الطلاق عالية زي ما بنشوف للأسف هي عالية جدا للأسف. ده حقيقي. يعني هنا حابين بقى ان احنا ننوه عن جزئيه مهمه جدا دي هتفيد ناس كتير. وزاره التضامن الاجتماعي عامله برنامج كامل، ربما كنا تعرضنا ليه بشكل سريع قبل كده في حلقه من الحلقات مع حد من المسؤولين في وزاره التضامن الاجتماعي، وهو برنامج موده. برنامج موده ده مهم جدا، هو للمقبلين على الزواج، لان كنا لسه بنتكلم المشكله لو الاختيار من البدايه صح كل الامور هتكون اقل، الاحتمالات المشاكل هتقل، وكمان إذا حصلت المشاكل حلها هيكون أسهل بكتير على كل الأطراف. برنامج مواد ده موجود، واللي حابب إنه يعرف تفاصيل أكتر عنه يدخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو صفحتها، هيقدر يعرف إزاي إنه يلتحق بيه ويفهم أكتر، وده شيء مهم جدا بالنسبة للمقبلين على الزواج سواء المخطوبين أو اللي لسه حابين إنهم في مرحلة تعاطف أو تعارف. ما هو تعاطف على فكرة، في جزء منه تعاطف، لازم يبقى في تعاطف برضو بينه وبين بعض وجبر خاطر، وتعاطفك لوحده بس مش كفاية مش كده بعد كده تتحل يعني. ده كده الموضوع دخل في يعني نفسيات غريبة شوية، تعاطف وبتاع مش عايزة أقول كده مش عايزة أقول، بس هو الفكرة في النهاية يعني إن ما دام اخترت هذا الشريك وارتضيت بعيوبه قبل مميزاته، فيعني يفضل او يعني ان انا اكون باقيه على العشره اللي بينا، على الموده اللي بينا. ويمكن يوم ما كان معانا الحوار ده عن موده حييت ضفتي يومها على اختيار الاسم من قبلهم، لان كلمه موده دي كلمه كبيره جدا بتحمل في معانيها عبارات حلوه جدا ومميزه للعلاقه الطيبه اللي ربنا يعني خلقها ما بين الراجل والست بطريقه شرعيه. ففكره ان الحياه الاسريه هتعدي بدون مشاكل، يعني عايزه اقول لك على حاجه طريفه جدا والله جت في بالي دلوقتي. من كام يوم اتفرجت على لقاء للراحل الجميل الكوميديان سمير غانم ودلال عبد العزيز الله يرحمهم هما الاثنين، فكانوا بيتسالوا على قد ايه فتره زواجهم طويله برغم فارق السن اللي بينهم والكلام اللي كنا كلنا بنتابعه وعارفينه دوت. استاذ سمير غانم رد جميل جدا، قال لك احنا عمرنا ما اتخانقنا، عمرنا ما حصل بينا مشاكل، مش علشان هم ملايكه يعني. كملت طبعا مدام دلال الله يرحمها قالت مش عشان احنا ملايكه يعني، بس عشان سمير من بيت طيب متربي بطريقه طيبه وعارف يعني ايه اسره وبيت، وبيكبر دماغه يعني ساعه ما يحصل اي حاجه بيتغافل يعني بيقول يعني ايه. انت قلت يتغافل في البدايه، فعلا هي كمان قالتها بالتعبير الابسط بيكبر دماغه، وده بيبقى مطلوب فعلا يعني. والستات برضو يتغافلوا يعني يحاولوا عشان هم ما بيعرفوش، بس يحاولوا يعني. انا قلت هم ما بيعرفوش لكن يحاولوا. طب حلو قوي الاعتراف ده. انا الاعتراف ومع هذا الاعتراف ننهي هذه الفقره ونطلع لفاصل هنتكلم فيها مع المتخصصين. يعني احنا حاولنا نجتهد في الكلام لكن المتخصصين بقى يكلمونا، وهنحب نبدا يعني بالجزئيه دي وهذا الاعتراف ان الستات ما بيعرفوش ولكن عليهم ان هم ما بيعرفوش يتغافلوا، عشان الجمله تكون واضحه حضرتك عليهم ان هم يحاولوا يتغافلوا. هنروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه ولسه معاكم في يوم سعيد. رجعنا تاني فيهم سعيد، ولسه كنا بنتكلم عن تفاصيل كتير بخصوص يعني مواقع التواصل الاجتماعي، وازاي ان ممكن منصات بنشوفها تبقى يعني خلاص منصة ومنتدى وحوار مجتمعي لمشاكل بين الأزواج، للأسف الشديد بيكون في علاقات أسرية وأحيانا بيكون منتهى الخصوصية.
من خلال بقى الآراء، وفلان يسخن فلان وهي تسخن فلانة، عشان هو مش بقول رجالة وستات يعني الاثنين، بيكون في خلافات زوجية موجودة ما بينهم. كل واحد مثلا يقول انت ازاي سايباه يعمل كذا، او هو يقول لها وانت ازاي سايب مراتك تقول لك كذا وما تردش عليها، وغيرها من الحاجات. مثلا شايف فلانه جوزها جايب لها هديه مش عارف كذا، وهو يقول لها ان فلانه شوفي بتسمع كلام جوزها وبتعمل له كذا. خلينا ان احنا نرحب بقى بالمتخصصين في الموضوع ونعرف المشكله اساسا فين علشان نحلها، وازاي نحلها مع الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، وناخد منه بقى روشتة عشان نحلل الخلافات الأسرية الزوجية وإزاي نقدر إن إحنا نحلها بمنتهى البساطة وبدون أي خسائر. صح يا دكتور؟ طبعا صح. أهلا بك. هم السادة المذيعين بيقولوا حاجة غلط خالص خصوصا قبل الهوا. دكتور وليد أهلا بيك، منورنا ويوم حضرتك سعيد. يومك سعيد دايما يا رب. خلينا نبدأ بآخر نقطة أحمد اتكلم فيها، وهي فكرة دخول الناس في المشكلات، وده يقول وخصوصا بعد وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن الأهل لما كانوا بيتدخلوا قبل كده أو أصدقاء مثلا مقربين من الأسرة، بيبقى وجهة نظرهم استمعوا للرأيين وعندهم حل للمشكلة دي أو بيحاولوا يحلوها يعني. لكن على وسائل التواصل الاجتماعي بيبقى حد اللي كاتب، ومش مفهوم المشكلة أبعادها إيه ولا سببها إيه ولا الطرف التاني كان رده إيه، لأن كل واحد بيحكي القضية من وجهة نظره يعني. نعم. فالحكايه بقت بتزود المشكلات، وبقت الموضوعات بتتشعب كده، والامور ما بقتش في نصابها الصحيح. صحيح. التعامل مع الامور الزوجيه والمشكلات الزوجيه في ظل هذه الظروف الحياتيه اللي احنا بقينا عايشين فيها، وكل واحد يقول رايه بقى بطريقه مختلفه وكذا، تعمل ازاي علشان ربنا يعافينا من هذه الازمات؟ يعني هنبدا بالسوشيال ميديا زي ما حضراتكم تفضلتوا. احنا كنا زمان بنقول اللي داخل البيت يا حاسد يا فاسد، دلوقتي مفيش حد بيدخل بيتنا، انما بيتنا بقى هو اللي بيطلع بره، وبقت صفحات السوشيال ميديا مسرح لاسقاط كل عوراتنا، وبقينا عايشين في بيوت من غير جدران ومن غير شبابيك. انا من جيل كان ابويا لما يجي يزعق في البيت كانت امي اول حاجه تعملها تقفل الشباك عشان ما حدش من الجيران يسمع صوته ويعرف ان البيت فيه خلافات. ده كان المفروض ده. وكنا زمان في مثل في مصر بيقول لك اللي يقول لمراته يا هانم الناس تشيلها على السلالم، تقابلها على السلالم. طب اللي يقول لمراته يا عوره الناس تلعب بيها كوره. طبعا يعني انا بقول لك قد ايه احنا بنعزز من طرفي العلاقه الاسريه حتى في الخلافات علشان الناس ما تبصلناش نظرة غير مستحبة. للأسف دلوقتي أي خلاف بيحصل أول حاجة بتتعمل بوست على السوشيال ميديا بدل من مواجهة الخلاف والوصول لحلول رشيدة. ولو دخلنا حد يعني زي ما قال ربنا حكم من أهله وحكم من أهلها، حكم يعني أوتى من الحكمة، يعني عنده من رجاحة، يعني مش أي حد كمان من الأهل يعني، طبعا عنده رجاحة عقل، عنده عمق في الفكر، عنده تراكم خبرات، عنده رؤية ثاقبة، عنده نوايا داخلية جواه أن هو يلم الشمل إلى آخره. أما أنا أحط نفسي على مسرح السوشيال ميديا، أولا مش عارف مين اللي بيتكلم، اتجاهاته النفسية إيه، داخل يصطاد في المية العكرة ولا لأ، متخصص ولا مش متخصص، ده كل ده وما سمعش من الطرفين، يعني هل هو مؤهل ان هو يسمع؟ للدرجة ان في بعض الصفحات اللي بتحمل اسماء نسائية ثلاث ارباع اللي عليها رجالة، ولكن منتحلين صفات غير، والصفحات بتاعتهم فيك، فبالتالي بتبقى ان هو المرأة تحديدا اللي بتحكي اي مشكلة على السوشيال ميديا سهل اصطيادها ويتكلم معها على الخاص ونخش في ابتزاز الكتروني، ندخل في موضوع تاني خالص ومشاكل جامة. وانا بدرس في احدى الجهات واقول لك في الاريا دي كم المشاكل اليومية اللي بتيجي من الابتزاز الالكتروني بدأت بانها بتتكلم على السوشيال ميديا. دي المشكلة هنا بقى يا فندم، المشكلة عند اللي نزل البوست او اللي نزل وطرح مشكلته على يعني الهيئة القضائية اللي حضرتك اشرت، يعني مش مجرد يعني حد بيحكم في الموضوع ده، مصر كلها او اي حد داخل على السوشيال ميديا يدخل ويدلي بدلو، تلقي بدلوها بالظبط كده هوت. ولذلك فاول حاجه بنقولها لما يبقى في خلاف، وارد يبقى في خلاف، لان بالمناسبه البيت السعيد مش البيت الخالي من المشكلات، لا، البيت السعيد اللي فيه مشكلات انما طرفين العلاقه الاسريه عارفين يدروها، عارفين يحافظوا على بعض، عارفين يتأففوا، عارفين يترفعوا، عارفين ياخدوا من الخلاف كريدت ليهم يعلي من شأنهم في عين التاني، وده مهم قوي. يعني انا يعني واحده بتحكي لي بتقول انا كنت بحب جوزي جدا انما وقع من عينيا مع اول مشكله،
لما كتب على السوشيال ميديا، لما دخل اخواته البنات في المشكله. طب انا يعني اتصرف ازاي بحكمه ورشاده الطرفين، مش طرف واحد، في ان انا المشكله اصلا لا تتخطى جدران الاوضه اللي احنا قاعدين فيها، مش بس الباب. يعني في بعض المشكلات مش لازم اخدها اب لازم، يعني مش لازم وقتيا ما ادقش على الحديد وهو سخن، لا اهدى على نفسي شويه. التغافل اهو، شفت؟ أيوة. عشان طبعا. انا كنت بقول قبل يعني دايما انا بقول في لحظات اللي انت قلتيه، انت قلتي الستات ما بتعرفش انا تتغافل. قلت الستات ما بتقدرش تتغافل، بس لازم تتمرن على ده يعني. طبعا لا ده لا بالعكس، انا هقول لحضرتك على حاجه يعني جميع البحوث اشارت فيها معناه، يعني ان المراه المصريه تحديدا اوريه المنام بالعين وقال بيعرضها ناوي، يعني حتى لو هي دخلت كده في كلاش ولا بتاعنا من جوه هي حنينه، بتستوعب، بتلم، بتحابي على اولادها على بيتها بقدر المستطاع. ده الامثال الشعبيه المصريه يا فندم معبره جدا، بتلخص. حضرتك بتتكلم عن نظريات اجتماعيه وفلسفيه، المثل لخص صحيح. وبعدين ازيدك من الشعر بيت، كل الابحاث والدراسات قالت ان النكد عند الراجل ممنهج، عند الست لا. النكد يعني ايه ممنهج؟ النكد يعني ايه ممنهج؟ يعني بيفكر، يعني بيدبر، يعني عامل خطوات، بيخطط للخناقه يعني. ايوه حاطط بلان 1 وبلان 2. الستات هي اللي بتتهم. انما النكد عند الست بيجي كلاش كده، وممكن عشان هي عاطفيه شويه بيتلم الدنيا معاها ان شاء الله حتى بابتسامه. الكلام ده على فكره بيمثل خطوره، لان ممكن يتاخد على ان معناه ان الستات نكديه بطبعها. لا يعني الراجل مش نكدي فبيضطر يخطط. هي حتى برضو الابحاث قالت انا مش بعمل اول شفت حضرتك خطط ازاي ففهمته ثانيه. انا بس يعني بهدي النفوس. لا انا هقول لحضرتك على حاجه، الراجل هو الماده الخام للنكد. ليه؟ لان الراجل؟ اكيد طبعا لان اكيد لو البيت سعيد وهو داخل يدخل بهجه ومرح وانس وتالف وامتصاص للمشاعر السلبيه واحتواء للمشكلات، واول باول هو رافض من روافض السعاده، اكيد هي كمان هتعيش كويسه وهتعيش في اريحيه وهيلاقي فيدباك او تغذيه. هو بيبقى راجع ناوي على ده، بس هي تقعد تقول له ايه، العيال ما راحوش الدروس، الولاد ما ذاكروش، الخضار ما جاش في ميعاده، ما اعرفش ايه حصل. دي مشكلات حياتيه مش خلافات. يعني الذكاء بقى اللي انا ما احولش المشكله لخلاف، يعني ده مهم قوي. بمعنى في مشاكل عندي في البيت، مش من اول ما يجي من بره اقعد اكلمه، لانها حاجات يوميه موجوده كل يوم. خلاف هو جاي تعبان وجاي متعصب وهكذا، انتقي الاوقات وده مهم قوي، وانتقي كمان الاوقات ما خلوش هو لسه صاحي من النوم اكلمه، وما اقول المشكله اقولها مره خلاص وصل المسج، مفيش داعي اقعد اكررها. يعني انا جالي مره زوج قال لي والله يا دكتور انا كنت مولود ودن كبيره، بص جاي لسعادتك ما فضلش غير دي، مراتي اكلت ودني من كتر الكلام. فبرضه خلاص هو بيفهم، والله بيفهم يعني. لو على ذكر انتقاء الاوقات يا فندم، هو بيفهم بس بينسى، فمحتاج يتذكر كل شويه. لا ممكن يكون بيرتب اولويات. فلما تيجي تذكريه تاني مره ذكريه بحلول، يعني قولوا ايه رايك في 1 2 3، ده مهم. المهم جدا اغششه طبعا، غشش طبعا عشان نغششيه، غشيه الاجابه ده مهم. ومهم برضو لما تيجي تكلميه ركزي على السلوك مش على الشخص، بمعنى ان هو مثلا جه في موقف ما جابش هديه في عيد الام لوالدتك مثلا، ما جيش اقول له انت بخيل، لا اقول له في الموقف الفلاني كان المفروض نجيب كذا عشان هي زعلت، حتى لو حاجه رمزيه يا ستي اعملي حل، هاتي من وراه ورجعي اتكلمي. نعمم مش انت المفروض تعمل كده، مش انت بخيل، مش انت عصبي، مش انت ما بتفهمش، مش انت متسرع، مش انت مندفع، مش انت مش صاحب قرار، حتى لو هو ده. طيب الناس اللي بتكون علاقتهم لسه في البدايه، يعني السنه الاولى بيتقال يعني حسب الدراسات او الكلام، السنه الاولى اصعب سنه وبتكون فيها مشاكل زوجيه كتيره، اول 5 سنين لا ده الهرشه السبع سنين، ان كل مرحله عمريه كل مش عارفه كام سنه بتحصل كده ازمه زوجيه كبيره، الكلام ده صح غلط؟ التعامل معاه ازاي؟ هو طبعا صح جدا، اننا بنتكلم على السنه الاولى من الجواز، لان احنا عندنا في مصر ظاهره اسمها الطلاق السريع، 70% من حالات الطلاق بتبقى في اول سنتين في الجواز. ليه؟ لان كل واحد جاي من بيئه مختلفه، بثقافه مختلفه، بفكر مختلف، بجامعات مرجعيه مختلفه، باتجاهات قيميه مختلفه، برؤيه تجاه الحياه مختلفه الى اخره. فانا ارى من منظور الشخصي ان الخلافات في اول سنه جواز تحديدا هي جزء لا يتجزأ من القانون اللي بينظم العلاقة الأسرية، فده مهم قوي لحد ما يتبعوا على بعض ويتطبعوا على بعض ويعملوا شكل واحد. هم اللي بيعملوا القانون ده، هم اللي بيعملوا القانون، هم اللي بيشكلوا القانون ده، فيقفلوا على نفسهم قوي، ما يروحوش للأهل قوي، ويتفهموا ان هم جايين من بيئات مختلفة،
فنحاول بقدر الامكان نتفهم ده. وبعدين خدي بالك انا بنصح اي حد، 100% فتره الخطوبه بتساعد على تجاوز السنه الاولى دي بدون خلافات قويه. للاسف مش في البيئه العربيه، لان احنا بنهدر فتره الخطوبه في الدباديب وفي الاغاني وفي البوستات وفي التجمل الى اخر الكلام ده. ما بقولش ما نعملش ده، نعمله، بس لازم نبقى شايفين اخطاء بعض ولازم نعدل افكار بعض، عشان لما نيجي نتجوز نتجوز اللي شبهنا. يعني ايه اللي شبهنا؟ كنا زمان بنتكلم نقول لما بقى في جواز توافق في العمر والبيئه الاجتماعيه والاقتصاديه، ده خلاص قدم. دلوقتي بقى الجديد الابديت بقى اللي انا لازم اشوف الافكار. يعني ايه الافكار؟ انا لما يجي عريس لبنتي هناقشه، ايه رايك في عمل المراه؟ عشان ما افاجئش ان انا بعد العمر ده كله بعلمها وبيقول لها عودي. فلازم اعرف اتجاهاته العامه في عمل المراه، في علاقاتها مع الجنس الاخر، في علاقات السوشيال ميديا، علشان ما يدخلوش في خلافات. الموضوع توجهات، يعني توجهات احكم عليه، لان ممكن حاجه تبقى في المستقبل مثلا بعد 10 سنين ممكن تبان الفكره هنا ومشكلته. بس على ذكر التوقيت كنا بنتكلم لسه فيه برضو مشكله وظاهره، مساله الاهتمام ما بتطلبش مثلا، ده على جنب ممكن هنتكلم فيها. تاني حاجه لما يكون في خلاف حصل ما بين الطرفين، الست ممكن بعضها بتبقى شايفة ان هو لا لازم ترد دلوقتي ولازم تكلم لازم تعبرني زي ما بيقولوا، وممكن في مدرسة تانية من رجالة يقولك لا انا هنزل ابعد شوية اهدأ بعدين اجي اكلم. نحلها ازاي الاشكالية دي؟ يعني بص، كل واحد حكيم نفسه حسب الموقف. هل الموقف بيتطلب لان ممكن ما اتناقش فيه وقتيا حاجة متعلقة بابني؟ يعني ما ينفعش اقول لي مثلا ما بيذاكرش وهي قاعدة متنحرة وانا قاعد اقول طب ماشي بكرة تكون هادت شوية، لا ده لازم ناوي لازم دلوقتي. فحسب الموقف ده مهم، انما لما يبقى في موقف مؤجج بين الاثنين لحاجه خاصه بين الاثنين لا نبعد شويه، مفيش مشكله خالص يعني. وبالمناسبه كنا زمان المدرسه القديمه بتقول لما يبقى في مشاكل ما يتناقشش قدام الاولاد، لا لما يبقى في مشاكل سهل السيطره عليها نتناقش قدام الولاد ونختلف قدام الولاد. يعرفوا ان بابا وماما بيختلفوا في الاراء لكن بيرجعوا يتصالحوا تاني. بالظبط، عشان بغرس في ابني فن الاختلاف، وان الاختلاف ده ما بيخسرش، عشان هيكبر بعد كده يكون زوج وهي تكون زوجه. بالظبط، وسهل جدا يبقى في مشكله بين الاثنين، بس لو احنا ما تعاملناش معاها صح هتتحول لازمه، فنخلي بالنا برضو من الجزئيه دي. فابني بس يبقى شايفها. بس في اطفال برضو يا دكتور بتكون حساسه جدا لدرجه ان هي بتتصور ان مجرد ان الحوار احتد ما بين الاب والام على حاجه بسيطه جدا ان ده خلاف كبير، وان بابا وماما ما اعرفش ايه والعلاقه مش كويسه، وممكن خيالهم يصور لهم اشياء. الى اي مدى انا يعني اقدر اسيطر على الافكار دي ويعني اخلي الامور تمشي في نصابها الصح، ما الموضوع ما يفلتش مني برضو؟ ايه الخلافات البسيطه اللي ممكن يحضروها؟ ازاي اسيطر عليها؟ يعني الامر يعني برضو مش سهل. يعني الخلافات اللي هي متعلقه بتربيه الاولاد، بلبس الولاد، بشكل الولاد، بيحلق حلقه كده مش مظبوطه في العيد والام شايفه ان دي مش مظبوطه، لا ده الاسره كلها بتعلق على الحلقه دي. لازم اغاني المهرجانات اللي بيسمعوها، الحاجات اللي هي الحياتيه البسيطه، امور خلافيه في الماده كده شويه، دي كلها نخلي بالنا منها. وفي امور خدي بالك قد يعتقد الابن الصغير ان في خلافات مؤججه فادت ليها. زي ايه مثلا؟ جاء محصل الكهرباء او الميه فالاب نايم، الام مش عاوز تقلقه فبتاخد من جيبه، فالولد ممكن يعتقد ان في بينهم خلافات لدرجه انها تسرقه، لدرجة انها تستحل ماله برغم ان الامر بسيط وفي اعنته. يبقى لما يصحى من النوم فكره مختلف، يعني فكره مختلف ليه عالمه الخاص طبعا. فممكن هو في يوم من الايام يتجرأ على الاب لانه شاف السلوك دوت، فلما يجي يصحى من النوم الاب، الام تقول له على فكره ده محصل الكهرباء فخدت منك من جيبك قد كده وادي الباقي قدام. ده مهم ان يكون قدامه، قدام اللي شاف طبعا، لان الحاجات دي كلها بتدي تفسيرات لخلافات قد تكون مش موجوده غير في عقول اولادنا. ما يروحش يقول لها بعد كده والله لو عملتي كذا اروح قال لبابا ان انت خدتي فلوس. بالظبط كده، يبقى فاهم. ايوه بالظبط كده. وبعدين دايما انا بقول في الخلافات ايه؟ من الاخر كده بقى، يا حلو قول لي على طبعك اطوعك وانا امشي عليه. خلاص انت بتضايق من صوره على النت مش حاطه، انا بتضايق انك بتتكلم مع حد مثلا ما تتكلمش. من الاخر يعني انت من الاخر انت حكيم نفسك. خدي بال سيادتك، عالميا من كل 6 حالات طلاق في حاله اسمها طلاق النوم. ايه طلاق النوم ده؟ ان شريك الحياه تعبني، انا بحب انام في الضلمه وهو بينام في النور، انا بحب يعني انام في هدوء وهو قاعد مشغل جنبي لايك وشير وصلي على الزين وقلقني عشان يسمع اخبار الكوره، انا بحب يعني انام في تكييف وهو يحب ينام في الحر مثلا يعني. فبستشعر عدم التقدير فبيخليني دايما متوتره فهنا عصبية. الحوار بقى مش عارف انا ما بين بعض من البدايه انا بحب ايه وبكره ايه ونفس بالظبط. فبيحصل طلاق بعد كده من كل 6 حالات طلاق
فيهم واحده نتيجه شريك الحياه يحلوها ازاي؟ يعني المواءمه زي ما حضرتك بتقولي، التوافق بقدر الامكان، التفاهم، يعني لازم اتفاهم، بسمع انا احب انا انام على مثلا حاجه على اليوتيوب احط السماعات انام بيها خلاص مفيش مشاكل، شريك الحياه ما بيحبش النور اشغل نور برضه بس حاجه خافته ما لهوش وهكذا، حاجه بيبي لايت كده ولا حاجه بسيطه، يعني المواءمه ما يبقاش فيه مناطحه، ما يبقاش فيه عناد، ما هياش معركه، لان خدي بال حضرتك من اكبر الكبائر في العلاقه الاسريه ان الواحد يدخل معركه الكسبان فيها خسران اكتر من المهزوم، يعني احنا مش داخلين خناقه، ده احنا داخلين في حياه اسريه لازم تكمل الى ابد الابدين، وبقدر الامكان بقى ما نطورش الخلاف لعنف لا لفظي ولا معنوي ولا مادي لكل الاطراف. ايه اللي يوصل الخلاف لعنف؟ هو خدي بال سعادتك، اصل العنف ده بيتربى جوانا من واحنا صغيرين، يعني خدي بيتربى ولما يجي موقف يفجره بيطلع، بمعنى دلوقتي مثلا العنف اللي بيمارس على الاناث مثلا من اول التمييز في الاتجاهات الوالديه من قبل ما تتولد، يولد ولد او ست تولد ولد راجل يبقى فرحان، بنت يشيح بوجهه وكمان تيجي حماته تقول له ايه بكره ربنا يعوض عليك وتخويها وكان البنت ان هو احد العورات، يعني فده عنف تجاهها عنف في التفرقه في انماط التنشئه الاجتماعيه في ختان الاناث في الزواج المبكر في الحرمان من التعليم في الضرب في الاهانه في التوبيخ، كل الامور دي كلها بتخلي العنف في بنائك النفسي لما يجي يحصل خلاف في العلاقات الاسريه يفجر العنف. زود عند الراجل شويه بقى التدخين، الادمان، صحابه لو فاكر ان دي الرجوله وبيخلط بين الذكوره والرجوله فيبتدي يطور الاداء العنف، ولكن في العصر الحديث بالمناسبه العنف ما بقاش قاصر من الراجل تجاه الست للدرجه ان في دراسه في ستات بتعنف الرجاله، مش تعنفه ده ممكن تقتله يا فندم، في دراسه في المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه بتقول ان 30% من السيدات المصريات يضربن ازواجهم، وده من واقع المحاضر اللي في اقسام الشرطه، التقارير في المستشفيات، القضايا المرفوعه في المحاكم. طب خليها 30% من القضايا اللي موجوده من حالات الدراسه والدراسه الحالات اللي تم التطبيق عليها، بس خد بال سيادتك نتائج الدراسه اللي بتعتمد بتعمم، يعني بيبقى ليها مستوى ونسبه معنويه ومعاملات احصائيه الى اخره، يعني وده الضرب المبرح. طبعا اللي حضرتك ذكرته من شويه ان فكره التعنيف او فكره العنف ضد المراه او البنت من بدايه ولادتها ده بيأثر فيها وبيكون ليه مردوده بعد كده في تعاملاتها مع زوجها ومع أبنائها كمان. أكيد، ولو هنتكلم بقى عن المرأة عشان المرضى بقوا منصوفين، يعني للأسف بقى في ظاهرة مؤخرا أن الأنوثة بقت أنوثة شكلية، يعني الكل بيهتم دلوقتي بالإكسسوري باللبس باللانجوج أو باللغة بالعربية اللي راكبها بالموبايل اللي في إيديا، مش الأنوثة الحقيقية اللي فيها الصوت الخافض مع الزوج، اللي فيها خفض جناح الذل من الرحمه، اللي فيها موائمه، اللي فيها طاعه محدوده وفي اعنتها ما هياش طاعه مطلقه، اللي ما فيهاش صراع ادوار، فدي كلها امور مهمه برضو بقت فرضيات غائبه للاسف، يعني حتى البادي ايمج عند المراه في الاونه الاخيره اختلف، بقت تروح جيم وبقت تلعب وبقى عندها عضلات، فده برضو يمكن اثر شويه في ظاهرة العنف، تمكنها في بعض الأحيان يعني بتشتغل في أماكن وبتتحكم في رجالة كتير وبتزعق وبتشفط وبتنطر وبتخصم مراتي مدير عام خلاص بتروح البيت ست النظرة واخد بال سيادتك، فبتعامل البيت وكأنها برضه مؤسسة ممتدة لمؤسسة العمل، فدي كلها أمور لازم تبقى الست عارفة إيه أدوارها في الحياة والراجل عارف إيه أدواره في الحياة. طب إزاي بقى عارف المسؤولية اللي عليه؟ إزاي الفصل ده؟ إذا كانت طبيعة الست في حد ذاتها في شغلها أو في أمور معينة بطبيعة يومها فيها جانب من التحكم، نعم. ازاي تفصل ده لما تروح بقى البيت اللي هو لسه بنتكلم عن مراتي مدير عام ده، يعني ايوه كل واحد يبقى عارف ان ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني انا مثلا انا كراجل بروح البيت ما لهمش ادنى ذنب من اللي انا بشوفه بره خالص، ولا مناخ الجغرافي ولا درجه الحراره ولا مشاكل العمل ولا الضغوط الى اخر الكلام ده كله، ابني لما يكون محتاج حاجه ملوش ذنب انه محتاج وانا مش قادر اجيب، فما تعصبش عليه، لا انا يعني لازم اشوف حلول لنفسي واشتغل بدل الشغل وفاهمه وطبعا وبقدر الامكان افهمه، انا شخصيا ساعات مثلا يجي لي محصل كهرباء بضرب بيه المثل دايما ومعايا فلوس ومعايا كريدت كارد اقول والله ما معيش سيب لي الايصال وهبقى ادفع بكره او بعده، عشان احسسه بخبره الحرمان ان مش شرط تبقى كل حاجه متوفره، ومش عيب اللي انا اقول مش معايا، اللي ما يجيش النهارده يجي بكره، وده حته مهمه عشان يبقى في قناعه ويبقى في رضا ويتعود على خبره الحرمان زي ما متعود على ان انا بديله، لان خدي بال حضرتك
من الحنيه على ابني زي ما انا بديله من الحنيه على اني ما ادلوش، لان لو انا بديله كل حاجه النهارده بكره يكبر احتياجاته تزيد ما اعرفش اشبعها من الحكايه دي، وتقول لك لا وانا احرم ابني ليه وانا معايا، وانا اعمل كده ليه وانا قادره ان انا اسعده واجيب له كل اللي نفسه فيه واعمل له كل اللي هو عايزه. انا مش بحرمه فوريفر او للابد، انا بحرمه في موقف، حرمان موقفي عشان اغرس جواه حاجه، لان لو انا النهارده قادر اجيب له كل حاجه بكره لما يجي يكبر ويتعارض رغباته مع الاشباع، مش عارف يعمل كل حاجه، اشباعاته بقت محتاجه حاجات كتير جدا، هيبقى عصبي، هيبقى متوتر، مش هيبقى عنده فن الخلاف، اي حد هيصطدم بيه هيطلع له سدهايه ويبتدي يدخل فيه شباب. يعني هعمل عنده مش متعود على عنده عقده الحرمان، مش متعود ان حد يقول له لا، عاوز ياخد كل المكتسبات طول الوقت، فده برضو جزئيه مهمه قوي. طيب التربيه فن، هنا بالك عن جانب متعلق برضو ما بين الاولاد والراجل والست. نعم، احيانا يتقال رايين ومدرستين، ممكن يبقى في مشاكل للابن مثلا، الام تقول لك انا هحلها بيني وبينه وما ندخلش والده دلوقتي علشان مش عاوزين مشاكل، او لان والده عنيف وممكن ان هو يعني يعنفه او غيره، وراي تاني يقول لك لا لازم يكون في الصوره ونحلها مع بعض. حضرتك شايفها ازاي؟ انا شايف ان هي تحط الاب في كل كبيره وصغيره بس ما تفهمش الابن، يعني دايما يبقى في تلويح. خد بال سيادتك، التلويح بالعقاب مع الاولاد بيجيب نتيجه اكتر من العقاب نفسه، يعني لازم اقول له ايه، اقول له خلي بالك هقول لابوك لما يجي من بره هكلمه، والله انا بعت له رساله على الواتساب، يعني علشان خاطر الوح بالعقاب فيبتدي يجيب معايا نتيجه. انما انا دخلت الاب في كل كبيره وصغيره خلاص الاب ما عادش ليه لازمه، يعني عقابه مش هيخاف منه. وبرضو الاهالي اللي بيسمعونا، اوعى تضرب اولادك، لان انت لو ضربته مثلا بالقلم او شخطت فيه او عملت حاجه جبت اخرك معاه، بقى عارف اخر العقاب ايه، ضربه قلم ولا زعيق ولا عارف ديتها، بيبقى عارف ديتك بالظبط، وكمان بيعتقد من جواه انه ارتكب الفعل واخد عقابه ومالكش عنده حاجه، فممكن بعد كده لما يجي يكبر يتطور عليك. طيب. فالام تلوح بالاب وما تدخلوش في كل كبيره وصغيره، انما تشاركه، انما تقول له، انما تنسق معاه، انما يبقى في معايير موحده، دي كلها امور مهمه عشان الابن ما يطلعش مهتز وما يطلعش انتهازي وما يطلعش يبتز الاب او يبتز الام والطرف الاقوى وهكذا، فيبقى في معايير موحده في التربيه. طيب دكتور وليد، يعني احنا بنتكلم على العلاقات الزوجيه والمشاكل الاسريه، واتكلمنا على فكره زياده اعداد الطلاق وخاصه في السنه الاولى، لكن بعد الطلاق احيانا كل طرف بيبحث عن شريك اخر يرتاح معاه، كيفيه التغلب على الموروث من التجربه الاولى من مشاحناته ومناغصاته وموضوعات كتير ممكن تكون تأثيرها سلبي، ان انا اقدر حتى اخد القرار في ان انا ارتبط مرة تانية؟ بص حضرتك، كل تجربة هي تجربة مستقلة بذاتها، الاشخاص غير الاشخاص، التجربة غير التجربة، المضمون غير المضمون، فما اطلعش انا من تجربة، ومهم جدا لما اجي اطلع من تجربة سلبية ما اتجوزش في ساعتها، يعني لازم اسيب سنة على الاقل، لان الانسان بيطلع منها ضعيف فعاوز يلتحف باي حاجة فممكن يحصل له تشوش ذهني فيصيب برضو عدم التوفيق في الاختيار، فنخلي بالنا من التوقيت ده، واحد. نمرة اتنين، اتخلص من كل الافكار السلبية ومعاقبش الشريك الجديد بخطايا الشريك القديم، ما دفعوش فاتورة مش بتاعته، ما هواش هو اللي كان قاسي ولا هو اللي كان بيغضب ولا هو اللي خان، لا ما هواش هو ده شخصية مستقلة، وزي ما انا تسرعت في الاختيار الاولاني وتسرعت في ردود افعالي في العلاقة الاسرية خلي بالي من ده وهذب نفسي. خلي بال سيادتك، التربية مش قصر على الاولاد، لا، تربية الانسان بيتربى طول الوقت، تربية عملية مستمرة وعملية متطورة وعملية مستدامة، انا لحد النهاردة بربي نفسي بنفسي، يعني بحاول اشوف السلوكيات الغير مرغوبة وهذبها، احاول اشوف الاخطاء واشتغل عليها، احاول اشوف المشاكل واحلها. وده مهم جدا، ويعني ربما ده دورنا دايما اللي بنحاول ان احنا نستضيف خبراء زي ما حضرتك بتقول لنا دايما المعلومات، وان شاء الله يعني كل الاسر تتبعها. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا ليك، ودايما يا رب يومكم سعيد. يوم سعيد على حضرتك، ويعني بالتاكيد متابعين معاكم فقراتنا وحلقتنا النهارده في يوم سعيد. دلوقتي تقرير عن ذكرى ميلاد الفنان الراحل وائل نور اللي امتعنا في عدد كبير من مسلسلاته وافلامه ومسرحياته، ايضا محدش مننا يقدر ينسى دوره في البخيل وانا الفوازير، عدد كبير من اعماله اللي لسه محفوره وموجوده في وجداننا وبنسعد بمتابعته دايما. هنشوف هذا التقرير ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد. We'll be right back.
شروق يوم 24 إبريل من كل عام بتحل علينا ذكرى ميلاد الفنان وائل نور اللي اتولد زي النهاردة في 24 إبريل سنة 1961 وحصل على دبلوم معهد السكرتارية وبعدها انضم للمعهد العالي للفنون المسرحية. كان بيهوى الفن منذ صغره. كان الفنان وائل نور له كاريزما مميزة في كل أدواره سواء في السينما أو التلفزيون، وكان اكتشافه على يد المخرج أحمد فؤاد واللي قدمه في العديد من الأعمال وقتها. بعدها تبناه الفنان فريد شوقي فنياً وقدم معه مسلسلات زي البخيل وأنا، صابر يا عم صابر، وفيلم الموظفون في الأرض. ما الزمالك بينجحوا ازاي؟ عشان بياخدوا دروس خصوصية، واللي بيديهم مدرس الفصل، واللي ما يرضاش ياخد عنده يسقطه. انطلق وائل نور ليثبت نفسه ويثبت موهبته في أعمال ما زالت خالدة إلى الآن، منها المال والبنون، ذئاب الجبل، دموع في حض الجبل، سوق الزلط، المصروية، حلم ابن السبيل، وجه القمر، وحارة الطبلاوي. أنا وأنت لازم نعرف طباع بعض كويس قوي، وأنا طباعي عجباني قوي، ومفيش حد في الدنيا هيقدر يغيرها لأنها عجباني. فبرع في تقديم دور الولد الشقي، لكن نجوميته الحقيقية كانت نشأت بشكل قوي من خلال مسلسل البخيل وأنا، واللي ظهر في دور ابن النجم القدير فريد شوقي. كانت واخدنا من أخويا. أيوة، ودي عيلة فيها جاتوه وحتتين لحمة من نجمة عمي. كمان شارك في تقديم فوازير الهنا عام 1997، وقدم كمان أدوار متنوعة ما بين الشرير والطيب والرومانسي. كان آخر عمل شارك فيه هو مسلسل شقة فيصل مع كريم محمود عبد العزيز وريكو، وكان من إخراج شيرين عادل. الباشمهندس أيمن رمود، أصلح لك أي حاجة في الدنيا، أي حاجة بايظة ولا سيب لي الطلعة دي. رحل وائل نور عن عالمنا في 2 مايو 2016 عن عمر يناهز 55 عام. طب يلا باش مسلك. برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة أن فكرة إحياء مسار آل البيت زي ما تحدث عنها من أيام قليلة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومناقشة هذا الملف الهام في القطاع السياحي المهم، السياحة الدينية أيضا والاهتمام بهذه المناطق لتكون يعني بمثابة المتحف المفتوح الكبير اللي بيضم عدد من الأثار التاريخية والمساجد المهمة واللي ليها ارتباط وجداني ونفسي مع المصريين وأيضا يعني الشعوب العربية والمسلمين في كافة العالم. الحديث عن تطوير هذه المنطقة لجذب السياحة وطبعا يعني لمعرفة أكتر عن هذه المنطقة بما تضمه من أثار ورؤية لهذا الإحياء أو التطوير لهذه المنطقة المهمة في جنوب القاهرة، مشرفنا في الاستوديو دكتور أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي اللي هيعرفنا بقى حكاية القاهرة التاريخية والإسلامية ووضح لنا أكتر عن التراث اللي فيها. أهلا بحضرتك يا دكتور ويوم سعيد. أهلا بيك يا فندم. يعني علشان نكون نوضح الأمر جغرافيا وبناء عليها نتكلم في التفاصيل، منطقة القاهرة وما يطلق عليه القاهرة التاريخية، حضرتك توضح لنا المكان فين بالضبط، وكمان بنتكلم هنا عن مسار آل البيت. شوف حضرتك، القاهرة التاريخية هي مركزها المدينة التي أنشأها الفاطميون لتكون عاصمة لدولتهم، وهي المنطقة اللي بيزحدها أسوار المدينة الموجودة إلى الآن، واللي اتبنت بعد 100 سنة من إعلان الدولة الفاطمية على يد أمير الجيوش بدر الجمالي. فإحنا عارفين السور الشمالي للقاهرة اللي فيه باب النصر وباب الفتوح، السور الجنوبي اللي فيه باب زويلة، والسور الشرقي اللي فيه باب التوفيق أو باب البرقية، والسور الغربي اللي كان بيحده الخليج اللي حل محله الآن شارع بورسعيد. دي هي القاهرة التاريخية كما أسسها الفاطميون. المنطقة دي بتضم إيه من الأثار التاريخية لمصر؟ لا، بتضم حاجات كتير، الأبواب والأسوار اللي قلت لحضرتك عليها دي داخلها بقى من العصر الفاطمي. عندنا جامع الحاكم أو الجامع الأنور في الشمال مجاور لباب الفتوح، عندنا الجامع الأقمر من العصر الفاطمي، ثم جامع الأفخر اللي حل محله جامع الفكاهين بعد ذلك، ثم خارج الباب مباشرة جامع الصالح طلائع ابن رزيق.
في عصور تانية كان الأيوبيون لهم المدارس الصالحية ودار الحديث الكاملية، ثم المماليك بقى مطرح القصور الفاطمية القديمة أحلوا مجموعة قلعون اللي هي مسجد ومدرسة وقبة ومارستان، جامع النصر محمد ومدرسته، جامع مدرسة الزهر برقوق، المدرسة الأشرفية أشرف برسباي، المدرسة بتاعت قصور غوري والوكالة الخاصة به، ثم مدرسة وجامع المؤيد شيخ إلى الجنوب، فمليئة بالآثار. وفي الجانب الآخر عندنا أشياء أخرى تانية زي خنقة ببرص الجشنكير ومدرسة جمال الدين الأستاذار وأشياء كثيرة جدا. فمع وضعها الحالي يا فندم، الوضع الحالي الموجود ده اللي انا بقوله، لا ده كل ده اللي موجود الان موجود حاليا وده اللي موجود يا فندم، مش مش ظاهر للناس. مش ده الناس كتير يا فندم ما تعرفش عنه كتير. ايه المطلوب في التطوير بحيث يتم اظهار الاماكن التراثيه اللي حضرتك اشرت اليها؟ اولا لازم تعمل تعريف بيها، اولا تعمل لها حرم، ما تقدر محتاج الى ترميم وصيانه، يرمم ويصان، يوظف المكان، يخلع من كل الاشغالات اللي ممكن تسيء الى شكل. المنطقه اللي حضرتك تحدثت عنها ديت يا دكتور دي اللي داخل الاسوار، يعني منطقه شارع المعز و... ايوه يعني دي منطقه شارع المعز بما فيه من مساجد الشارع الموازي له شارع الجماليه وصولا الى لحد مسجد الحسين، مسجد الحسين والازهر وما خلفه كل ده. تمام. طيب الحديث الآن على فكرة إحياء مسار آل البيت بما يضمه من مسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة عائشة والسيدة زينب. المكان ده التسمية بتاعته غير دقيقة. عرف في التاريخ وفي المصادر باسم حي المشاهد لأنه يجمع عدد من مشاهد آل البيت، ويرجع تاريخه إلى العصر الفاطمي أيضا، ولكن مكانه بعيد شوية إلى الجنوب عند جامع ابن طولون، والجزء يبتدي من جامع ابن طولون يمتد جنوبا إلى مشهد السيدة نفيسة. كل المنطقة دي اللي بتطلق عليها شارع الأشرف أو الشارع الأشرفية، لأن الأشرف خليل ابن قلاوون أسس هناك قبة دفن فيها فعرفت به ونسب الشارع إليه باسم شارع الأشرف، والعوام بيقولوا عليها الأطقة الأشرفية. دي اللي فيها المقامات اللي انشأت في عصر الفاطميين، واللي الجزء الأكبر منها مشاهد رؤية. رؤية؟ مشاهد يعني ناس نوضح الجزئية دي. مشاهد رؤية، ناس رأت أن في المكان ده كان أحد أهل البيت موجودين فبني مشهد، لكن ما عندناش تأكيد أنه كان أهل البيت حد منهم موجود بالفعل يعني في المكان ده. فالمكان ده معروف من قديم ويرجع للعصر الفاطمي، يبدأ من الشمال بال المقامات الثلاثة، المشاهد الثلاثة العالية اللي عملها الحاكم بأمر الله، وكان يقصد بيها أنه يحول الحج إلى مصر، بحيث أنه كان بيفكر أن ينقل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب إلى القاهرة ليجذب الناس أنها تيجي تزور مصر. طبعا فشل الموضوع وواجهوه الموجودين في الحجاز وفي المدينة، وانت لكن كان عامل هناك ثلاث مشاهد لهذا الغرض في الشمال. ثم توجد هذه المشاهد، مشهد سكينة سيدة سكينة، ومشهد سيدة رقية، ومشهد عتيكة والجعفري، وصورا إلى مشهد سيدة نفيسة إلى الجنوب. طيب كل هذه الآثار اللي بتحدث حضرتك عنها ويعني بما تحمله من ذكريات ومراحل تاريخية مرت على عصور مصر، كيفية تحويلها لمتحف إسلامي مفتوح يجذب العديد من السياح من وجهة نظر حضرتك؟ يعني طبعا المنطقة اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت حي المشاهد دي في أطراف المدينة وما فيهاش جزء حيوي، الجزء الحيوي الحقيقي اللي يمثل نموذج للمدينة الإسلامية. يعني في حاجة في التاريخ اسمها المدينة الإسلامية ليها خصائص. المدينة الإسلامية دي زي بغداد، زي القيروان، زي مدينة فاس ومدينة القاهرة. مدينة القاهرة المدينة الوحيدة بين المدن الإسلامية المحافظة على آثارها وعلى بنيانها وعلى تخطيطها ممتاز 1000 سنة، لكن الناس مش حاسة بيها. ليه يا فندم؟ لأن ما فيش دعاية وإعلام كافي عنها.
الناس في بره بتعرف بس ان احنا عندنا ابو الهول والهرم والكرنك وتوت عنخ امون، لكن الجزء الاسلامي مش واضح قوي في على الخريطه السياحيه. يبقى دي من اهميه الخطوه اللي بنتكلم عنها النهارده واللي بدانا بيها الفقره، ولكن هو ان يعني الحكومه بدات في الجزئيه، ولكن ده يعني جانبي على حدود المدينه. المدينه نفسها اللي انا بقول لحضرتك عليها، ثم امتدادها الجنوبي اللي بيمثل الخياميه والسروجيه وصولا الى السيوفيه وصولا الى سوق السلاح وصولا الى شارع باب الوزير والضرب الاحمر الى ميدان الرميله اللي فيه جامع السلطان حسن ومدرسته، وصولا الى الصليبه اللي فيها خمقاء سبيل قيدباي وفيها مدرسه شيخ وجامع بتاعه ومدرسه سرغطمش. كل الحاجات دي الناس ماشيه عليها وعربيات وما يعرفوش اصلا ايه الاثر ده او ايه حكايته. يبقى كلامي واضح، مظبوط يا فندم، التعريف بقيمه واهميه وتاريخ هذا المكان. ده ايوبي، ده فاطمي، ده طولوني، ده مملوكي، ده جركسي، ده عثماني، وهكذا. فهذا الرصيد الغني جدا من الاثار والتنوع. يعني انا ساعات بصحب بعض اصدقائي من بلاد اخرى فبيشوف مسجد او مدرسه او علم من المعالم دي سبيل، انا بيقول لو عندي ده لوحده يعني اعمل عليه حكايه. هو مزار بالنسبه. طب هل التطوير ده يا فندم يتضارب او ممكن يتعارض مع كون المنطقه دي هيكون طبعا فيها سكان ومنطقه سكنيه؟ لا، انت بس الانشطه الموجوده داخلها عايزه تتحول بحيث تبقى انشطه جاذبه للسائح. السائح اللي بيتفرج ده عايز يستريح، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يشتري تحف، عايز يشتري سوفونير، عايز يشتري حاجه، فيبقى في منطقه جاذبه للسائح، بالاضافه ان هو جاي اصلا عشان خاطر يخترق هذه المنطقه من باب زويله في الجنوب الى باب الفتوح في الشمال ويشوف اللي على اليمين وعلى الشمال. يبقى في حرم للاثر، ما يبقاش واحد بعربيه جنبيه او واحد بياع بيبيع او واحد يلزق اعلانات انتخابات او يعمل كذا، فيبقى له المظهر بتاعه، الناس تقدر تقف تتفرج عليه عن بعد، تاخد صور تذكاريه منه، المناطق الداخليه بتاعته، يبقى في جايد يقدر يشرح الكلام ده، يبقى في بيانات موجوده، كل ده مطلوب. يعني ده جزء يمكن من اللي ناقشه دكتور مصطفى مدبولي في فكره احياء مسار آل البيت وازاي هيكون في ممشى. مش مسار، امال هو مسار يعني الناس جت مشيت، هو هيكون في ممشى يمكن علشان فكره العائله المقدسه مثلا، يمكن علشان يكون فكره انه هيكون في ممشى للناس اللي هتروح تزور المنطقه قديما دي باسم حي المشاهد. اللي هو يا حضرتك عايز الالتزام بفكره او بتتمنى ان الالتزام بفكره ما عرف عليه تاريخيا لهذه المنطقه لاحياء فكره ان المنطقه دي منطقه تاريخيه بتحمل العصور كذا او لا. مشاهد لآل البيت، المصريين من أكثر الناس حبا لآل البيت ولكنهم غير متشيعين، وده يعني يفرقهم. تطوير حي المشاهد مثلا، حي المشاهد لان اسمه التاريخي كده، كلمة مسلك يعني الناس سلكت المكان ده وما حصلش مر بيه، يعني جزء من اللي بنقوله انها مشاهد رؤية، يعني الأشخاص نفسهم مش مؤكد انهم موجودين فيها تاريخيا يعني. تاريخيا فلكن ليها مكانة وليها تقديس عند الناس باعتبارهم محبة لآل البيت. ثم هيبقى ده جاذب أيضا للشيعة الموجودين في الخارج ليزوروا هذه الأماكن باعتبارها بتمثل آل البيت، السيدة سكينة، السيدة عتكة، السيدة نفيسة، السيدة رقية، كل الأشياء دي. طب احنا شفنا يعني تطوير لبعض المساجد وبالتأكيد حضرتك زرتها وشفت ما تم من تطوير عليها، هي كلها مساجد آل البيت. أيوة. يعني مسجد الحسين، سيدة زينب، سيدة نفيسة، برضو لأن اللي قام بجزء كبير منها طائفة البهرة، وطائفة البهرة هي بتمثل فرع من الإسماعيلية. احنا شفنا مسلسل الحشاشين، ده الإسماعيلية النزارية، دول الإسماعيلية المستعلية الطيبية، الفرع الثاني من الإسماعيلية. لكن احنا بنتكلم عن آثار مصر الإسلامية بقى نفسها، ممثلة في مساجدها وفي مدارسها وفي قوانقها وفي القصور وفي الفنادق وفي الأسبلة اللي موجودة فيها. الربط ما بينهم تاريخيا ممكن حضرتك يعني تشرحه لنا بشكل مبسط كده؟ لا، يعني الجزء التاريخي ده بيمثل دول، يعني الفاطميون بنوا ايه
وكان مقصدهم ايه في إقامة دولته. لما جاء الأيوبيون خرجوا بمركز الدولة بين في قلعة الجبل، فقلعة الجبل جزء مهم جدا كان مركز الحكم بما فيه من مساجد جامع الناصر محمد بن قلاوون وجامع محمد علي والقصر الأبلق وغيرها من القصور الموجودة في القلعة، برضو عايزة تظهر للناس وتعرف توصلها ازاي. العصر المملوكي بقى هو الصراع الحقيقي للآثار في مصر بكل المدارس والمساجد، ابتداء من الظاهر بيبرس بقلاوون وأبنائه وصولا إلى قايتباي وخنصوار الغوري في نهاية الدولة. المماليك يعني الحقيقة ليهم دور كبير جدا في معظم التراث الموجود. قعدوا حوالي 300 سنة أو 270 سنة، وكانوا هم سادة العالم الإسلامي، لأن البغول أسقطوا الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة العباسي. استضاف المماليك الخلافة العباسية في مصر، وفي الوقت نفسه هم اللي واجهوا المغول في عين جالوت وقضوا عليهم، وهم اللي وضعوا نهاية للوجود الصليبي في سواحل بلاد الشام. فإذا أصبحت مصر هي القوة الجاذبة سياسيا ودينيا للعالم الإسلامي، فكل المنتج ده بيرجع إلى هذه الفترة. طيب حضرتك تحدثت عن انه يعني عباره مسار يعني قد تكون غير دقيقه في تسميه هذه المنطقه، لان مسار يعني الناس مشيت بالظبط. لا هو ما حدش مشي. تمام. غير دقيقه بالنسبه للمنطقه دي، خاصه ان هي هتعرض ل يعني عده مراحل زمنيه مرت على تاريخ مصر، وبالتالي لا المسار ده في بس مشاهد آل البيت فقط، بالاضافه الى القبه اللي دفن فيها الاشرف خليل. تمام. لكن اللي انا بتكلم عنه ده الحديث عن خالص. هذا الاحياء او التطوير للمنطقه بالكامل بما تضمه من ايضا مسجد ابن طولون وعدد من الاحياء وصولا للحسين. ما فيهاش سكن، لذلك هي سهل التعامل معاها، لكن هي المشكله في الاماكن اللي فيها مظبوط، وهي دي اللي عايزه الناس تتفرج عليها وعايزه الناس تشوفها. لكن دي منطقه يعني اعتبرها انها كانها جزء من الارافق. طيب جزء من مدينه النبط يا فندم ومتعلقه بالاسلاميه. طب اسمح لنا قبل السؤال ده يا احمد، ينضم لينا في الحوار الدكتور مختار الكسباني عالم الاثار. اهلا بحضرتك يا فندم ويوم سعيد. اهلا كلها بيك. يعني لو تحدثنا عن هذه الفكرة لإحياء هذه المنطقة التاريخية بما تضمه من مشاهد ومساجد لآل البيت وصولا لبعض الآثار الأيوبية والمراحل التاريخية اللي يعني ضيفنا الكريم كان يتحدث عنها الآن، رؤية حضرتك لهذه المنطقة وتطويرها أيضا. طيب يعني معلش وليها بداية، آل البيت لم يأتوا إلى مصر لاجئين. تمام. دكتور أيمن مع حضرتك في نفس النقطة وتحدثنا عنها يا فندم. دكتور أيمن ده عالم كبير وكل التقدير والاحترام لسيادته. فهم جايين بيت ستهم، أمنا هاجر المصرية، ليها مكانة وليها تأثير كبير جدا في العقيدة المصرية. ستنا ماريا القبطية التي تزوج منها الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت من قرية في المنيا، هي قرية الشيخ عبادة، لو عبادة بن الصمد بنى في القرية مسجد تخليدا لذكرى ماريا القبطية. ما نراه من عدة أماكن تنسب إلى أهل البيت، في بعضها بيضم رفات حقيقية زي ما تنسى، وفي بعضها مشهد رؤية زي عتكة زي زينب، كل دي مشاهد رؤية. فهنا حب المصريين لأهل البيت لا يدانيه حبا في العالم الإسلامي كله، حتى إن الفاطميين موجود مصر ليهم قول مقصور، قالوا ان المصريين محبين اهل البيت ولكنهم سني المذهب. يعني ما بقولش شيعه، قد بقى حضرتك. فهنا ده يبين لك مكانه اهل البيت في نفوس المجتمع المصري، وخاصه عقيده بني هاشم السيده زينب التي قالت في شعب مصر: اويتمونا اواكم الله استقبلتمونا، فدعت لشعب مصر بالبركه
وحسن التعاون. فهنا ديدن المصريين في علاقته بالأنبياء. من قبل ذلك الدولة الوحيدة اللي زارها السيد المسيح عليه السلام كانت مصر. وعندما دخل مصر عند سهل الطين شرق بورسعيد قال مبارك شعبي شعبي، نسب شعب مصر إليه، فقال مبارك شعب مصر. فكل هذه الأمور تبين مدى ما كان لمصر من مكانة دينية على مستوى العالم كله. يكفي أن مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي استمعت إلى صوت المولى عز وجل وتجلى عليها الله سبحانه وتعالى طبعا جبل طور سيناء وطبعا يعني بما أننا بنحتفل بذكرى تحرير سيناء فذكر حضرتك لهذه الواقعة شيء مهم. أيضا أنا بشكر حضرتك جدا على المداخلة دكتور مختار الكسباني عالم الأثار الإسلامية، وإن شاء الله يكون لنا لقاء مع حضرتك نستزيد من علمك فيه. بالعودة لحضرتك دكتور أيمن، يعني كلمة انا عارفه يا فندم، انا قلت في اول كلامي والله احنا متفقين، مفيش احنا بس كل يعني حلمنا وهدفنا ان زي ما حضرتك قلت ان المنطق اللي عنده حاجه واحده بيحتفي بيها وبيبجلها، فما بالك نحن نمتلك كل هذه الاثار. هي الاثار التاريخيه دي قباب ليها قيمه، اتبنت في سنه كذا، القبه ليها شكل كذا لا اكثر ولا اقل، لكن اللي ليها نظام وليها طراز هي منطقة القاهرة القديمة وانتدادتها اللي أنا ذكرتها يعني لحضرتي. ده الناس بتمشي عليها بالأوتوبيسات، احنا لازم نحكي لكم تاني مع حضرتك، هيكون شكلها مختلف. أولا أنا لسه كان في المعهد الفرنسي عاملين محاضرات فبيكلموا عن أسبلة وكده، فمصورين سبيل قايتباي اللي في مدخل شارع الصليبة، السبيل واقف قدامه لكن قدامه 12 عربية. احنا للأسف طبعا احنا يعني ان شاء الله هتكون ده مش حرم. موجود هو ده اللي موجود ضمن الخطة، ده اللي موجود يعني ان شاء الله تكون المنطقة مختلفة في الفترة القادمة المزار. احنا ان شاء الله يكون لنا لقاءات مع حضرتك يعني نتحدث باستزادة برضو اكتر في هذا الامر، وبالتأكيد يعني انه احياء هذه المنطقة والاهتمام بيها وانها تكون متحف مفتوح ده حلم لنا كلنا كمصريين عاشقين لبلدنا، وطبعا يعني ان شاء الله يكون تعاون مثمر ما بين الهيئات اللي هتقوم على هذا التطوير. احنا حلقتنا انتهت، بنشكر حضرتك جدا دكتور ايمن فؤاد استاذ التاريخ الاسلامي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. وحلقتنا انتهت، هنقابلكم بكرة قبل دلوقتي بساعتين، ويوم جديد يوم سعيد إن شاء الله. شكرا لك يا علا، شكرا لك.